بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من جمهور التالتة. ولا يبعدنا عنكم الا الشديد القوي، فسامحونا شويه تعب وراحوا لحالهم، وادينا بنتشرف ان احنا لسه موجودين مع حضراتكم بفضل الله. طيب تعالوا النهارده نسال شويه اسئله مهمه. الاول بس النهارده يبقى عندنا كابتن احمد رؤوف، نجم النادي الاهلي السابق، واحد من اللاعبين المميزين جدا، والجزء الثاني كلام حلو قوي قوي النهارده، كلام كوره يعني. تامر بدوي واحمد عز، تامر الالماني بالدوري الالماني بالتفاصيل كلها، بالسلطات، ببابا غنوج الدوري الالماني اللي شغال لوحده دلوقتي يعزف لحنا منفردا، وبعدين بالدوري الانجليزي اللي هينطلق، بالدوري الاسباني اللي هينطلق، بالدوري الايطالي اللي هينطلق، هيبقى عندنا وقفات وتحليل فني وكلام في الكوره ممتع جدا مع احمد عز. يبقى فقراتنا النهارده كلها كوره. تعالوا نلعب لعبه حلوه كده في الاول، نسال شويه اسئله وانتوا تجاوبوا، ماشي كده؟ انا هبقى سامع الاجابه، متاكد يعني منها. سين سؤال. السؤال الاول، هل احنا عندنا كوره؟ طب احنا لما كان عندنا كوره كان عندنا كوره؟ لا. طيب طب احنا دلوقتي عندنا فتره انتقالات صيفيه؟ طيب فترة انتقالات حتى كمان شتوية؟ طب احنا عندنا انتخابات أندية؟ طب عندنا انتخابات اتحاد كرة؟ طب احنا عندنا أي حاجة في أي حاجة؟ أي حاجة؟ أي حاجة في أي حاجة؟ طب احنا عندنا حتى كمان دورات رمضانية اتلعبت في رمضان؟ طب عندنا مثلا مشاكل تحكيمية لها علاقة بالفار، كان المفروض يحسب ضربات جزاء في دوري ما اتعملش او مش موجود فحسبها وهو ما كانتش تتحسب وهو عنده جوه، يعني احنا ما عندناش حاجه في اي حاجه يعني. السؤال بقى الازلي، واحنا ماسكين في رقبة بعض ليه؟ احنا ما عندناش حاجه، ده احنا شليطي مليطي يعني، ماسكين في بعض ليه بقى؟ يعني ايه السبب بقى؟ في ايه بقى؟ لا عندنا كوره ولا عندنا دوري ولا فتره انتقالات ولا بنتخانق على لعيب ولا لعيب راح من هنا راح لهنا ولا حتى كمان فتره قيد ما اعرفش فيها ايه ولا اتحاد كوره احنا ما اعرفش فيه ايه فمتنازع عليه ايه، فما عندناش حاجه في اي حاجه. فين احنا عندنا ايه؟ احنا عندنا فراغ، اقسم بالله فراغ، فضا. فلما يبقى عندك فضا، زمان كانوا بيقولوها كده، يقول لك الفاضي يعمل قاضي، اللي هي لقمه القاضي، فالفاضي يعمل اي حاجه. فاحنا دلوقتي في الفراغ البوهيمي، فكله مقضيها. بس لو 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 الموضوع هيبقى كده، احنا برضو مستمرين في فكره ان احنا بنقدم كوره وبنقدم رياضه، وده الهدف اللي المفروض ان احنا شغالين علشانه يعني. وتاني وتالت ورابع، البرامج دي الرياضية بزمايلنا اللي تعبانين معانا اللي موجودين في الاستوديو، بحضراتكم اللي بتتفرجوا علينا، بالدماغ اللي بتبقى شغالة علشان الإعداد، بالتفاصيل دي كلها على بعضها، الأصل والله والله الأصل يا إما إحنا بنرتقب الرياضة يا إما إحنا بنرفه عنكم، ومش حاجة تانية غير كده. اي حاجه تانية غير كده قضيه نناقشها، نتكلم فيها، نجيب اطرافها، نتكلم في الكوره، نتكلم في الرياضه، نتكلم في اللي بيحصل. اي حاجه تانية غير كده كلام فاضي، الناس مش قادره تستوعب. مثلا انت تعالى شوف كده مصر خلال كام سنه اللي فاتت، عشان ده يقودنا لجزئيه مهمه، مدى الاستفاده، مدى عمل الدوله في الملف بتاع الرياضه. تتكلم على 6 سنين فاتوا من عمر حكم الرئيس السيسي لمصر. طيب ايه اللي حصل في الرياضه؟ علشان نشوف بس انه هل في العجله شغاله في الكوره وفي الرياضه ولا الدنيا عطلانه. طيب بقى عندك لاول مره قانون رياضه مستقل متوافق مع كل الانظمه، مع كل المواثيق الدوليه. بقى عندك اهتمام اكتر بالاولمبياد الخاص. بقى عندك مدن بتتعمل لاخواتنا اللي ذوي الهمم المختلفين بقى، في يعني
باختلافات درجاتهم ونجاحاتهم وتألقهم في مجالات عدة. طيب بقى عندك دولة بتتحرك ان هي ترجع تاني تاخد المكان والمكانة الطبيعية بتاعتها فتستضيف بطولة الأمم الإفريقية اللي هي جايلها باراشوت من الكاميرون اللي حصلت فيها مشاكل، فالدولة راحت شغالة بكل طاقتها، بقى عندك بطولة الأمم الإفريقية. وبعدين بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة. بعدين كل اللي احنا شايفينه ده مش قادرين ندرك فكرة إنه البلد، ودي فرصة، البلد فاتحة دراعاتها عشان خاطر تهتم بالرياضة. البلد لحد النهاردة رغم فيروس كورونا الناس شغالة علشان خاطر بطولة كأس العالم لليد. كل ده في ظل تحديات كتير أكبر وأعمق في مجالات كتيرة. يعني بنتكلم بس جزء اللي أنا بفهم فيه، أنا بفهم في الكورة، بفهم في الرياضة، ما بفهمش حاجة تانية أكتر من كده يعني. فتخيل إنه الجزء ده المتعلق بالدولة، الجزء ده المتعلق بمصر شغالة فيه هي بشكل هايل. طيب احنا بقى اهل الرياضه واهل الكوره بنعمل ايه؟ اقول لكم بنعمل ايه؟ احنا بنهجس. بنهجس. مفيش حاجه. بنتخانق طول الوقت. على حاجات يعني على حاجات اقسم بالله اقعد بقى افكر فيها كده، انا طرحت لك شويه اسئله. اقعد فكر فيها بقى الاسئله دي واقعد زود عليها كتير. انت لا عندك كوره ولا عندك دوري شغال اصلا. ولا عندك كاس، ولا عندك اي حاجه في اي حاجه. وحتى كمان لما الناس بتقول يلا بينا ها نشد الهمه نشتغل شويه، بفكر يقول لك لا 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 طب دوري لا مش عارفه كذا. فانتوا داريانين بالتفاصيل. فما تيجي تبص كده الموضوع كله على بعضه في ظل كل اللي بيحصل، تبص تلاقي ايه؟ احنا ما بنعملش اي حاجه. والدوله لما تيجي تراقب خلال 6 سنين كان متواجد فيهم وما زال رئيس عبد الفتاح السيسي، هتلاقي الاهتمام بقى عامل ازاي في الرياضه. وكل سنه وانتم طيبين. اهتمام من الدوله بيقابله تصرفات وامور لا تمت لا للرياضه ولا للاخلاق الرياضيه بشيء. اللي انا بقوله لكم ده المقدمه دي كلها على بعضها كده، خدها ها، وانا مش حاجه البرنامج مثلا لمدة 3 شهور قدام، وأفضل أحط لكم المقدمة دي مكان البرنامج، تلاقيها ماشية هي هي. عارفين ليه؟ عشان نفس النقطة اللي بتكلم فيها. إحنا فاضيين، عندنا فراغ، فالفراغ لازم يتملي بأي حاجة، ما يتمليش بتفاصيل مهمة. يعني ما نجيش مثلا نشوف احنا ايه المشاكل اللي كانت عندنا في خلال السنين اللي فاتت في الكرة المصرية فنبتدي نصلحها. ما نقعدش نتكلم مع بعض في ان احنا نستفيد بالفترة دي، ان احنا على اعتاب القبر. ها احنا على اعتاب القبر كلنا، كل في اي لحظة الناس بتقع. ها الناس بتقع، احنا في وباء عالمي ومحدش عايز يتعظ. لا هو انتوا مستنيين ايه تاني بعد كده؟ يعني ايه تاني ممكن يحصل؟ ايه يعني حمدي يقول لي كده، ايه تاني ممكن يحصل؟ وباء حش عايز تعظ خلاص، تم رجليك والقبر وفيه الشعب. فانتوا متخيلين ان احنا بنتكلم في التفاصيل دي كلها، محدش عايز ها، محدش عايز يتعظ، محدش عايز يشتغل، محدش عايز يستغل الفتره دي ونقول للناس لا للتعصب. فانا حتى كمان انت لو جيت تقول للناس احنا هنعمل مبادره نقول ان احنا عايزين نهدي الاجواء وان احنا نهدي البتاع والدنيا والجمهورين وبتاع، انا فكرت فيها بصراحه. اقول للناس ايه؟ ان هم احنا عايزين نهدي الجماهير. هم فين الجماهير؟ هم فين الجمهور؟ جمهور الاهلي فين؟ جمهور الزمالك فين؟ جمهور الاسماعيلي فين؟ فين بقى؟ موجودين في الاستاد؟ عندهم ماتشات؟ في ماتشات حصلت تبارى الاهلي والزمالك قصاد بعض في ماتش قمه مثلا واحنا بنحاول نفض الاثنين من بعض؟ لا، كلام فاضي وخناقات على السوشيال ميديا، وده بيلتقط من ده وده يعلق على ده وده ياخد ده، ودي ضغينه عندنا نخلصها في ده، ونصفي حسابات في بعض ونتآمر على بعض ونتخانق ونشتم ونعمل ونهبد ونرزع، وفي الاخر بنتكلم على ان احنا، ودي اكتر حاجه بتنقطني وتخليني عايز اخبط دماغي في الحيطه، انه كل ده اكتر كلمه بتحرق دمي.
فكره انك بتقوم حاطط قصدي عشان خاطر مصلحه مصر. هنضحك على بعض، مصلحه مصر ايه؟ كل ما تيجي تلاقي حد بيتكلم في كل اللي بيحصل يقول لك اصل مصر، كل واحد بقى بيقوم عايز يستخدم الكلمه دي في وسط الجمله عشان يقنعك ان هو صح، او بمعنى اصح يدي لنفسه حائط صد وحائط منيع. خلاص احنا بقينا فاهمين بقى القصه، وبقى دمها تقيل، وكلنا بقينا مستوعبين يعني. ماشي، نتكلم بقى في الكوره ونتكلم في الرياضه زي ما وعدتكم. النهارده عندنا حلقه كرويه ممتعه. في ازمه بين اللجنه الخماسيه، اللجنه اللي بتدير الاتحاد المصري لكره القدم، وبين الاتحاد الدولي والجمعيه العموميه لاتحاد الكره، والامر هيبقى فيه فصل ما متعلق بهذا الشان. ايه القصه؟ القصه متعلقه باللائحه، اللائحه الاخيره اللي خلاص تم ارسالها واللي وصلت الاتحاد وتترجم، وفيها شويه بنود. شويه بنود دول فيهم خلاف عليهم، فانا لما اقول لك البنود وفيهم خلاف عليهم منين انت حضرتك هتفهم على طول، هتفهم على طول ان احنا بنتكلم في انهي جزئيه. يعني مثلا اللجنه الخماسيه عايزه مقعد نسائي واحد، الاتحاد الدولي لكره القدم قال لك مقعدين، اللجنه الخماسيه قالت لك عايزين يبقى في انتخابات لمقعد النائب، يعني يبقى واضح وصريح. ليه؟ وهنا وجهه نظر، انا شايف وجهه نظر محترمه. الانتخابات اللي فاتت كانت معموله بنفس النظام اللي عايزه الاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي بيقول لك يرغب في ترك المقعد ده وحسمه جوه المجلس. ده كلام مش مقنع، ده كلام مش مقنع يعني. مع احترامي بقى لو هو ده الفيفا، ده مع احترامي لو هو ده الفيفا كلامي واضح يعني، بس ده كلام ايه؟ كلام، لانه التجربه اثبتت انه الاتحاد اللي فات فضلت فيه خناقه على مقعد النائب لدرجه ان هم علقوا اسم النائب لحد ما دخل الكابتن شوبير في الانتخابات التكميليه، وبحكم الاقدميه خلاص انت النائب. لكن قبلها كانت هناك صراعات على اسم النائب، مين يبقى النائب؟ كان دكتور كرم كردي، كابتن مجدي عبد الغني، واسماء عده، كلها كان كل واحد فيه، كل واحد من الشخصيات الموجوده المحترمه اللي كانت موجوده كان يرى في نفسه ان هو النائب. طب واحنا بنعمل لنفسنا مشاكل ليه؟ ما ادي مقعد النائب وتعالوا نتخانق في الخناقه بتاعت الانتخابات، اللي ينجح ينجح وخلصت القصه. ليه بنعمل في نفسنا كده؟ ما تعرفش. طيب اللجنه الخماسيه من ضمن الحاجات عايزه يبقى في بند 8 سنوات على المنصب. الفيفا بيرغب في تطبيق بند 8 سنوات او ال 12 سنه مدى الحياه. يعني ايه على المنصب ويعني ايه مدى الحياه؟ يعني على المنصب حضرتك عضو قعدت 8 سنين في منصب العضو، ما تقلبش، ما تمشيش بقى، خد تعالى، ما احنا انت لو انت كادر جديد احنا استفدنا بيك 8 سنين، فمش معقوله ما تمشي، فانت المفروض تترشح على مقعد النائب مثلا يعني مثلا. وطالما وفيت الثمان سنين بتوعك او خلصت 8 سنين بتوعك، فممكن تترشح على المنصب الثاني اللي هو النائب او منصب الرئيس لو انت جامد اخر حاجه يعني، او لو انت هتاخدهم الثمان سنين وبعدين النائب تقعد فيه 8 سنين وبعدين الرئيس تقعد 8 سنين، ده انت كده برنس يعني. بس هو ايا ما يكون هي دي وجهه النظر اللي هي ايه بتقول لك انه على المنصب 8 سنين على المنصب. الفيفا بيقول لك لا، من 8 ل 12 سنه مدى الحياه، يعني انت ليك في ذمتنا 12 سنه. زي ما موجود في فيفا، ليك في ذمتنا 12 سنه، ال 12 سنه دول تاخدهم بقى مقطعين، تاخدهم مجمدين، تاخدهم جنب بعض، تاخدهم وما بينهم فاصل زمني 4 سنين كمان، والله بقى بص مش قصتنا، بس انت ليك في ذمتنا في الانتخابات وفقا للائحه دي 12 سنه، 12 سنه بثلاث دورات تكون موجود فيها، بس مش اكتر ولا اقل. الثلاث دورات دولت بقى انت موجود بقى عضو، قعدتهم الثلاث مرات عضو، منفصلين متقطعين متصلين متشقلبين، هم كلهم على بعضهم يبقوا كده. المهم طيب الجمعيه العموميه هتبقى هي في النهايه صاحبه الكلمه، بعد ما يقعدوا الاتحاد ويبعت والفيفا ويتفقوا وبتاع، كل البنود دي هتتحط في الجمعيه العموميه. الجمعيه العموميه هي تيجي تقول موافقين مش موافقين، والدنيا تخلص بالشكل اللي انا بقوله لحضراتكم ده. طيب معايا على التليفون دكتور جمال محمد علي، نائب اللجنه الخماسيه، وتفاصيل هنفهمها اكتر برضو في موضوع اللائحه. خليني في البدايه بس ارحب بحضرتك يا فندم، اهلا وسهلا بيك ومساء الفل.
مساء الفل على حضرتك، ازيك يا دكتور ابراهيم؟ على حضرتك وعلى كل المشاهدين. اخبار حضرتك يا دكتور؟ كله كويس؟ لا تمام، كل تمام الحمد لله. طيب اطمن من حضرتك في البدايه بس، اخبار الاتحاد ايه؟ اخبار يعني كان عندنا اصابات بفيروس كورونا، نطمن من حضرتك اخواتنا اخبارهم ايه، وهل متابعين الحاله ولا لا؟ هل في اصابات جديده لا قدر الله ولا لا؟ لا الحمد لله، طبعا احنا بنحمد ربنا على كل شيء. هو طبعا الدكتور محمود سعد الحمد لله يعني خف من الاصابه وهو في المنزل دلوقتي بفتره نقاهه ان شاء الله، واحنا بنطمن عليه دايما. هو الحمد لله سليم، وبنطمن كل محبين ان شاء الله بكل خير. الزملاء التانيين اللي هم موجودين في اداره الحسابات، الحاله كانت بسيطه جدا. يمكن انا كلمت كابتن شادي وكابتن محمد بخيت، تواصلت مع والده، يعني كانت حاجات اللي ظهرت عندهم حاجات بسيطة جدا، والحمد لله يعني بيتمثلوا للشفاء وهم في موجودين في المنزل، يعني ما راحوش مستشفيات. وإن شاء الله الدكتور محمد سلطان متابع مع الكل بصفة مستمرة، يعني إن شاء الله بإذن الله نطمن على الجميع. طيب إن شاء الله. عايز أسأل حضرتك في جزئية قبل ما أروح لموضوع اللائحة، هل قرار عودة الدوري هو قرار يخص الاتحاد المصري لكرة القدم، وأن ما يخص عودة النشاط بالكامل هو ده القرار اللي بيخص مجلس الوزراء والدولة المصرية؟ أعيد السؤال تاني ولا قادر؟ لا 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 أوكي، لا السؤال واضح، السؤال واضح جدا حضرتك. اتفضل يا فندم. هو طبعا يمكن خليني أبدأ من الجواب اللي جه من الفيفا اللي اتبعت لكل الاتحادات الأهلية. الجواب اللي جه من الاتحادات الأهلية حط بعض الضوابط، اللي هو لو رجعت كرة القدم لابد إنك أنت تراعي النقاط اللي ممكن لو حضرتك حابب تعرفها نقولها لحضرتك. اتفضل. كانت من ضمن البنود الرئيسيه المحطوطه انه عشان تعرج عن نشاط كره القدم في اي بلد لابد انك انت ده مرتبط بظروف كل بلد ومرتبط بالقرارات السياسيه اللي هي بتصدر من مجلس الوزراء او بتصدر من وزاره الصحه وفي ضوء المعايير اللي بتحطها وزاره الشباب والرياضه. عظيم. وزاره الشباب المجلس الوزراء لما اصدر القرار بتعليق الانشطه او غلق الانديه وغلق الساحات الشعبيه ومراكز الشباب، وبالتالي تعتبر ضمنيا غلق كافه الاستادات الرياضيه. اذا عشان نرجع تاني لعيبه تدخل الاستاد ولا مدربين يدربوا ولا لعيبه تتحرك ولا موظفين حتى يدخلوا هذه الاماكن او جمهور عادل هو بتردد على الكافيهات او بتردد على اماكن الترفيه الموجوده داخل المؤسسات، محدش يقدر ياخد القرار ده الا بعد صدور القرار السيادي من مجلس الوزراء. وبالتالي اقامه مباراه كره القدم او عدم اقامه مباراه كره القدم هي مرتبطه بالقرار الاساسي اللي بيصدر من مجلس الوزراء. عظيم. طيب خليني يرجع ازاي وتنظيمه ازاي؟ تنظيمه ازاي ان شاء الله يعني؟ لا معلش انا هقف هنا لان عندي في المقاطعه هنا اسال اذا حضرتك اذنت لي. طيب اتفضل. فلنفترض النهارده مجلس الوزراء قال يا جماعه انا كدوله موافقه على عوده النشاط بشكل، قال لك عوده النشاط الرياضي بشكل تدريجي، وده اللي في خلي بال حضرتك ده في قرار مجلس الوزراء الاخير كان كده، عوده الانشطه بشكل تدريجي. حلو كده؟ طيب كده فعلا بالظبط كده. حلو. طيب هو لو قال بقى الكلام ده عوده النشاط بشكل تدريجي، يعني هو بيقول لكل الناس بتوع الرياضه مش بتوع الكوره بقى، لكل الناس بتوع الرياضه خلاص يا جماعه احنا كدوله سامحين بده، هل بقى قرار عوده الدوري من عدمه وفقا للجدول الزمني ده ملك الاتحاد وقرار الاتحاد، ولا هنا برضه هترجع تاني للدوله المصريه؟ شوف اقول لحضرتك على حاجه، طبعا احنا ما فيش قرار ممكن يصدر في ضوء جائحه كورونا وفي ضوء المشاكل اللي ممكن تتسبب فيها التجمعات الا بقرارات سياديه من الدوله، لان حضرتك احنا بنتكلم على صحه المواطنين او صحه الشعب وصحه الافراد، ما بتكلمش على لعيب ولا مدرب، لا انا بتكلم عليه كمواطن مصري، وبالتالي المحافظه على حياته الهدف من الاهداف الاساسيه رقم واحد قبل اي نوع من الاهداف الاخرى، اذا كانت اقتصاديه، رياضيه، بدنيه، ترفيهيه، ايا كان. فالهدف الاساسي المحافظه على صحته، وبالتالي احنا ما نقدرش نقول ان احنا هيبقى في تجمعات او عوده مكثفه للنشاط او غير مكثفه بالنشاط الا من خلال المعايير اللي هيحطها مجلس الوزراء. ويمكن كان حضرتك في اخر لقاءات اللي هي كانت معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي اتكلم فيها انه في خلال الفتره القادمه، يعني في خلال هذا الشهر منتصف هذا الشهر تقريبا، انه المجلس الوزراء هيحط المعايير مع وزاره طبعا الصحه ووزاره الرياضه، هتتحط المعايير الاساسيه وفي ضوءها
المعايير دي احنا بندرسها وفي ضوئها نقدر نقرر زي ما حضرتك تفضلت العودة تتم ازاي. يعني انا ما اقدرش اخد القرار دلوقتي الا ما اشوف المعايير اللي هتيجي من وزارة الصحة ووزارة الرياضة، وفي ضوئها نقول العودة تتم ازاي او الالغاء هيتم ازاي. ايا كان القرار، ايا كان القرار المستقبلي هيتم ان شاء الله في ضوء المعايير اللي تتحط من الدوله ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. وده طيب. اكد عليها الفيفا، يعني ده اكد عليها الفيفا، لان كل دوله ليها ظروفها الخاصه. يعني في دول نسبه الكورونا عندها ضعيفه، وفي نسب في الكورونا في دول تانية عاليه، وفي يعني انا اقصد ايه، انا اقصد انه ماشي الكلام ده انا متوافق مع حضرتك فيه، كلنا هنبقى متوافقين لانه كلام منطقي. طيب تمام. دلوقتي انا بتكلم انه مجلس الوزراء قال لك خلاص احنا بنرجع النشاط التدريجي، فانت كاتحاد كوره طالما هو قال لك نشاط تدريجي فده وفقا للمعايير الطبيه المتعارف عليها، واللي اكيد من خلال اللجنه الطبيه اللي موجوده في اتحاد الكوره واللجنه الطبيه العليا اللي موجوده في وزاره الشباب والرياضه سيتم متابعه الموضوع، وبالتالي مش هي دي الجزئيه اللي بتكلم فيها. بتكلم بقى انه اتحاد الكوره هل هو اللي بيمتلك يقول لا احنا الجدول الزمني بتاعنا اتلخبط كده فمش هينفع نرجع الدوري وفقا للجدول الزمني يا دكتور، مش وفقا لجائحه كورونا، وفقا للجدول الزمني، لا مش هينفع او لا ينفع واحنا هنمشيها بالشكل الفلاني، فاحنا الدوري بتاعنا ده يبتدي امتى؟ اللي هو ده اللي هو يستأنف في الوقت الفلاني ويخلص في الوقت العلاني، او لا مش هينفع احنا اصحاب القرار هنا في الجزئيه دي، لا احنا هنبتدي دوري جديد. وصلت الرؤيه؟ هي دي الجزئيه اللي بتكلم عليها. طبعا انا فاهم، افهم قصد حضرتك والله. طبعا احنا انت عارف احنا عندنا طبعا في الفترة القادمة في ارتباطات مرتبطة بالأندية اللي بتلعب في البطولات الأفريقية والبطولات العربية أو المنتخب الأولمبي والمنتخب الأول. عظيم. يمكن الاتحادات الأهلية والاتحادات الاتحاد الأفريقي والاتحادات الاتحاد الدولي لغاية دلوقتي ما حطش الأجندة بدقة، يعني في بعض الحاجات اللي أعلنوا عنها ولكن معظم الحاجات التانية ما أعلنوش عليها بدقة هتتم إمتى، اللي في ضوءها الاتحادات الأهلية تقدر تاخد القرار بتاعها. لكن هرجع للسؤال بتاع حضرتك بشكل مباشر. إحنا أنا لغاية دلوقتي إحنا في شهر 6 بالكامل ولغاية شهر 7 كل الكلام ده الزمن يسمح لنا باستكمال عدد المباريات المتبقية. عظيم. عظيم. لكن الدكتور محمد سلطان واللجنة الطبية ومعاه خمسة تانيين في اللجنة الطبية بالإضافة إلى أطباء المنتخبات القومية برضو موجودين، كل ده يعتبر الفريق الطبي اللي عندنا. هو الفريق الطبي الأكثر مننا تخصصية اللي يقدر يقول الجانب ده. احنا هنتكلم فيه، أنا شخصيا ممكن مع مجلس إدارة أتكلم في الناحية الفنية، عايز عدد أسابيع كام تدريب، عايز أتكلم على عودة اللياقة البدنية والمهارية عايزة كام أسبوع، أقدر أتكلم فيها بحكم خبرتي كمدرب سابق. لكن كجانب طبي وامور مرتبطه بالوقايه والحاجات دي كلها يبقى لازم اللجنه الطبيه اللي عندنا هي بنقعد معاها كجانب فني وكجانب طبي، وراي برضو الانديه ده حاجه مهمه جدا، راي الانديه لان هي اللي هتشارك معانا، لازم كلنا نتحمل المسؤوليه، هنشارك كلنا في الجانب ده، حتى الجانب الاعلامي في عمليات الوقايه هيبقى دور كبير جدا على البرامج الرياضيه للتوجيه وللتوعيه عشان ما يحصلش اي اصابه ان شاء الله لاي حد من اطراف او من اسر كره القدم ان شاء الله. طيب شاء الله. عندي سؤال تاني، هل من ضمن المقترحات ما سمعناه من تقارير صحفيه واعلاميه انه من ضمن المقترحات استئناف هذا الموسم والغاء الموسم المقبل؟ الكلام ده انا سمعته فعلا زي ما حضرتك سمعته. لكن انا في شبه حوار يومي، احنا كلنا كمجموعه في شبه حوار يومي سواء التقينا داخل الاتحاد او عن طريق التليفون يوميا لم نتطرق لهذا الامر. لم تتطرقوا اصلا لم نتطرق لهذا الامر نهائيا. هو ممكن يكون احد المقترحات من احد الخبراء من احد الاعلاميين وطرحه كفكر خاص به هو، لكن احنا البند ده لم نتطرق لالغاء الموسم القادم واستئناف الموسم الحالي، لم نتطرق لهذا الامر نهائيا. لا. طيب انا هستاذن حضرتك بس لانه عندي فاصل اجباري، هطلع للفاصل وعندي اسئله ليها علاقه باللائحه، فهستاذن حضرتك تكون موجود معانا اذا اذنت لي. بشكرك شكرا جزيلا دكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنه الخماسيه بالاتحاد المصري لكره القدم. كنت بتكلم مع حضراتكم في بدايه الحلقه وكان في تفاصيل كنا بنتكلم فيها وربط الرياضه بالمجهود اللي كان بتقوم بيه الدوله المصريه خلال 6 سنوات من حكم الرئيس السيسي. تعالوا نتابع من خلال تقرير سريع اللي كان بيحصل ومنه إلى فاصل، ومن بعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا مع حضرتكم. يلا بينا. طيب لسه موجود معنا الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية. دكتور برحب بحضرتك مجددا، وكنا بنتكلم على مسألة عودة النشاط
وقصة الدوري العام. طيب عندي سؤال جديد إذا حضرتك أذنت لي، يتردد في الكواليس أنه حضرتك قد قدمت مقترحا مختلفا ومنفصلا عن باقي أعضاء اللجنة لوزير الشباب والرياضة، يقضي بإلغاء الموسم الحالي، تصعيد مجموعة من الفرق، وهذا المقترح بيحمل وجهة نظر حضرتك، هل هذا الأمر صحيح أم لا؟ أنا بشكر حضرتك عن حضرتك سألتني السؤال ده عشان أأكد لحضرتك إن أنا لم أتقدم نهائيا لوزير الشباب والرياضة بأي مقترح فردي، ولم يتقدم أي أحد مننا لوزير الشباب والرياضة مقترح فردي. المقترحات اللي بتقدم مننا كلنا بتقدم للجنة الخماسية وبتناقش للجنة الخماسية، وبعد كده إذا كانت أمور بتتصعد للجهة أعلى فالأستاذ عمرو الجنايني بيبقى هو المنوط به للتوصيل القرار لأي جهة أخرى. لكن أنا دايما في مقترحاتي بعملها كتابة وبعملها بالإحصائيات وبعملها بالرسومات وبقدمها لمجلس الإدارة أو للجنة الخماسية لمناقشتها والأخذ بما هو مناسب ورفض غير ما هو مناسب حسب الرؤية العامة اللي بتتم من خلال المناقشات. في مقترحات اتقدمت، في مقترحات اتقدمت، بس اتقدمت للجنة الخماسية، مش مقترحات اتقدمت خارج اللجنة الخماسية. وده بقول لحضرتك يعني، وانا دلوقتي زي ما حضرتك سمعني انا واثق من كلامي واثق من كلام كل الزملاء اللي في المجلس يعني. طيب ده شيء عظيم. خلينا نروح بقى مع حضرتك لجزئية تانية، ما هو الميعاد النهائي المتعلق بإمكانية استئناف بطولة الدوري في الموسم الحالي، وهل السيناريو ده لسه موجود استئناف الموسم الحالي ولا لأ؟ السيناريو الاستئناف حضرتك لغاية اللحظة نتكلم فيها موجود، والسيناريو عدم الاستكمال برضو موجود، سواء كده هيبقى احنا مجهزين وكده احنا جاهزين. كل ده حضرتك مرتبط بالمتغيرات الظروف الراهنة، وأتمنى الظروف الراهنة دي فجأة يطلع يكون في مصل، يكون في علاج يا رب، وترجع الأمور لطبيعتها، هنبقى أسعد الناس والجماهير وكلنا هنبقى أسعد الناس لعودة الحياة لطبيعتها إن شاء الله بإذن الله. أروح بقى للقصة والجزئية المتعلقة باللائحة ونقاط الاختلاف، هل هي نقاط الاختلاف اللي موجوده ما بين اللجنه الخماسيه وبين الاتحاد الدولي لكره القدم هي اختلافات لا تقبل التفاوض ولا لا؟ سواء مساله النائب اللي انا شايف من وجهه نظري ان هي يعني مقترح اللجنه الخماسيه ومقترح اللائحه هنا افضل بكتير جدا جدا، لازم الانتخابات تبقى واضحه وصريحه على النائب، ما يكونش من داخل القصه، لانه شفنا قد ايه كانت في مشكله في ده في الدوره السابقه، واحنا جايين نصحح ونعدل الامور على ما اعتقد يعني. دي جزئيه، والجزئيه الاخرى متعلقه ببند الثمان سنوات، هل تطبق على المنصب وان كان الفيفا عايز يطبقها على 12 سنه او 8 سنين زي ما هو عامل مدى الحياه. هو شوف حضرتك بالنسبه للائحه اللي انا عايز اكد على حاجه، اللائحه طبعا اللي احنا اللي بتتعمل حاليا او اللي هي مسوده اللائحه، يعني برضو باكد على انه مسوده اللائحه او الجانب المقترح للائحه اللي بيجهز ما بين اللجنه الخماسيه وما بين الفيفا وما بين في ضوء اللي هم الحاجات السيناريوهات اللي اتعملت قبل كده، يعني في ضوء حضرتك في جلسات تمت مع عدد مش قليل من رؤساء الأندية في الاتحاد، جلسات في الاتحاد، في جلسات اتعملت بعبارة عن استمارة استبيان، ودي اتعملت حضرتك استمارة استبيان علمية، والأندية عدد كبير جدا من الأندية كتب بعض الملاحظات، وفي ملاحظات كانت هائلة جدا، كل الكلام ده جمعناه واتعملت زي مسودة اللائحة في ضوء الجلسات المتعددة متعددة جدا اللي احنا كنا بنقعد فيها بالأكثر من 12 ساعة في حوارات ما بين اللجنة الخماسية وما بين الفيفا في كل بند من البنود اللي هي نازلة على موقع الاتحاد الدولي، واللي الاتحاد الدولي بيسعى انه يحطها في كل اللوائح على مستوى العالم. المشكلة كابتن انه احنا بدأنا كلنا بنتكلم في متغيرين فقط لا غير، متغير شروط الترشيح وبند الثمان سنوات وبند الثمان والصفات اللي موجودة داخل المجلس. لكن تعرف حضرتك انه احنا عندنا كام ماده في اللائحه؟ اللائحه الجديده تقريبا في حدود 88 ماده. يعني في تقريبا في حدود 12 ماده او 13 ماده من المواد الجديده جدا اللي اتحطت في اللائحه ما حدش بيتكلم عليها، لان هي رغم كده انها مواد ذات اهميه، لكن احنا عشان شغلنا الشاغل الانتخابات ومين اللي يبقى موجود
في مجلس الإدارة، رغم أنه ده الجمعية العمومية قادرة على أنها تختار الأفضل اللي هو فعلا يقدر يخدم كرة القدم الوطنية في المرحلة اللي جاية. يعني في مادة حضرتك جديدة، مادة اسمها حقوق الإنسان، علينا في الفترات الأخيرة، ويمكن كابتن نجمنا الكبير محمد صلاح اتعرض لها في فترة من الفترات، أنه بعض الجماهير تهتف ضد شخص معين، ممكن للونه، ممكن لبلده، لديانته، الحاجات دي تعرض لها عدد كبير من اللعيبه الافارقه في الملاعب الاوروبيه. أيوة. الفيفا حط ماده مخصوص عن حقوق الانسان. حقوق الانسان، وبالتالي لما نيجي نقول ان انا عندي لائحه المسابقات او لائحه العقوبات، يبقى اذا لازم لوائح المسابقات والعقوبات اللي هتتم عندنا في ضوء وضع هذه الماده تحط مواد تعاقب عليها سواء الجماهير، سواء اللاعبين، المدربين، اي شخص يرتكب مثل هذه الافعال. عظيم. دي ماده من المواد، انا شايف ان هي ماده اخلاقيه مهمه جدا أضيفت في عن للائحة. حاجة تاني، ارتبطت الرياضة دلوقتي بالسياسة وارتبطت بالاقتصاد، وأصبحت فعلا الرياضة والاقتصاد وجهين لعملة واحدة، والرياضة والسياسة وجهين لعملة واحدة. وبالتالي الفيفا راح حاطت حاجة مهمة جدا اللي هي تعزيز العلاقات الدولية، إنه إزاي كرة القدم تعزز العلاقات الدولية ما بين الشعوب، ما تحصلش إن كرة القدم تكون سبب في تنافر ما بين الشعوب وما بين الدول، إزاي تقرب وجهات النظر حتى السياسية ما بين الدول. فدي لائحة مادة من المواد المهمة جدا. صحيح. اللي أصبحت موجودة. طيب. في اللائحة الجديدة. عايز أسأل كمان في جزئية، الرئاسة الشرفية، هل دي برضو. هل دي هتتحط في، هل دي الرئاسة الشرفية للأندية، هل دي هتتحط في اللائحة ولا لأ؟ كويس إن حضرتك سألت السؤال ده برضو مع حضرتك. فعلا في مادة، المادة دي مرتبطة بالرئيس الشرفي والعضو الشرفي اللي ممكن اللي تمنح من خلال مجلس الإدارة وتعتمد من الجمعية العمومية. بس الشروط دي الفيفا بيحط المادة، حضرتك يجوز لمجلس إدارة الاتحاد بعد موافقة الجمعية العمومية منح الرئاسة الشرفية أو العضوية الشرفية لأحد الأعضاء الذين يقدمون خدمات جليلة للاتحاد. طب إيه هي الخدمات الجليلة وإيه المعاييرها وإيه الشروط بتاعتها؟ المفروض مجلس الإدارة بيحددها مع الجمعية العمومية، وبالتالي يجوز أن تمنح الرئاسة الشرفية. ويمكن في سوابق لنا، وأنا قلتها بكده في مصر، أنه مثلا في بعض الأمراء أو بعض الملوك اللي بانوا منشآت رياضية في بعض الدول منحوهم الرئاسة الشرفية للأندية أو للمؤسسات اللي موجودة. فده حضرتك دي مادة من ضمن المواد المهمة اللي موجودة. فدي عزيز. بتشجع على حاجه، ده نص على الدستور المصري. خلي بالك حضرتك، يعني بتفكرني ان الدستور المصري بتاع 2014 نص على ماده من اللي هي العمل التطوعي. العمل التطوعي، طب يبقى الناس اللي بتتطوع لخدمه كره القدم بشكل كبير جدا واللي تقدم خدمات من غير مقابل يجوز منحها الرئاسه الشرفيه، وده بتبقى حاجه شرفيه ليه ولاسرته مستقبلا. فدي برضو من المواد اللي حضرتك يعني كويس ان حضرتك ذكرتها. يعني اروح لجزئيه برضو مهمه اذا حضرتك اذنت لي. طيب اذا احنا عندنا خلاف قائم ما بين اللجنه الخماسيه وما بين الفيفا، هذا الخلاف ينتهي الى ايه؟ مين اللي في النهايه؟ تمام. شوف حضرتك، هو انا بعتبر انه يعني اختلاف وجهات، ممكن في اختلاف وجهات النظر، والاختلاف لوجهات النظر بيبقى جاي لطبيعه المكان. احنا في مصر عندنا طبيعة معينة وعندنا خبرات معينة وثقافات معينة، هم طبعا هناك لهم خبراتهم وثقافاتهم وجامعاتهم العمومية المختلفة نسبيا عن عندنا. بمثلا زي حضرتك، هم بالنسبة لمقعد المرأة هم عايزين بشكل كبير جدا يعني يحط اثنين مقعد مرأة، تحط ثلاثة، تحط ازيد. يعني مهتمين جدا بالحتة دي. طب احنا لغاية دلوقتي مثلا كرة القدم النسائية، يعني عارف حضرتك لسه الانتشار بتاعها او تواجد كوادر قياديه كتيره، سواء حكام او مدربات او لاعبات على مستوى دولي، العدد قليل. طب اذا الكوادر قليله، فما تنفعش تحط عدد كبير من الكوادر. رؤساء انديه يمكن ما عندناش غير الدكتوره صحر اللي هي رأس النادي في الفتره الاخيره. مظبوط حضرتك. فحاليا يعني طيب احنا يعني هنمشي بقى وفقا لطبيعتنا. يعني مثلا جزء من الخلاف. أيوة. جزء من الخلاف برضو زي ما حضرتك ما بتتكلم على المقاعد النسائيه، الانتخابات على النائب ولا تبقى من داخل الاعضاء داخل. انا شايف من وجهه نظري ان اللي انتوا بتقولوه صح، وهو ده اتفضل. احنا اللي عرضناه كده حضرتك. اللي عرضناه هو بيقول هم المجلس يختار من داخليا. طب احنا في ضوء الخبره السابقه اللي مرت بها المجلسين مروا بالخبرات السابقه، المجلس اللي كان فيه تنافس، هقول تنافس، ما بين كابتن مجدي وكابتن حازم الهواري على النائب، وما حسمتش غير في فتره في 2012 بين او 2013،
طب المجلس اللي فات ما حسمتش فيه لغايه النهايه ما حسمتش. فاذا لو تم الانتخاب من البدايه يعني احنا شايفين وعربنا كان شايفين ان ده هيكون احسن الافضل، وخصوصا الناس اللي كانت اعضاء وشايف ان هو عنده من الخبره انه ينتقل من مقعد العضويه الى مقعد النائب، ومستقبلا يكون عنده اصبح خبرات اداريه اعلى ينتقل الى مقعد الرئيس. اذا في تسلسل في اكتساب الخبرات وفي نفس الوقت في تولي المناصب الاداريه، وده شيء منطقي. صحيح، ده شيء منطقي. الفيفا بيقول اه احنا عايزين نائب بس خليه من الداخل. مين اللي هيحسم الامور دي حضرتك؟ الجمعيه العموميه هي اللي هتقول، هي اللي هتختار الجمعيه العموميه. ويمكن احنا في بعض البنود كان الاستاذ عمرو الجنايني صريح وواضح، كان بيقول البند ده الجمعيه العموميه بتاعتنا ما توافقش عليه، ما يتناسبش معانا. طب خلاص خدوا راي الجمعيه العموميه بس، خلاص ماشي احنا موافقين، نسيب الامر ده للجمعيه العموميه هي اللي تاخد القرار. في حاجات تانية مسلمات يعني زي المواد اللي ذكرناها، حقوق الانسان او غيره او غيره، ما حدش في حاجات معديه وفي حاجات هتبقى جدليه. اخر حاجه، بطوله كاس مصر هتتلعب في ميعادها ولا صعب ولا لا ولا اه؟ لا لا لا، ما فيش اي صعوبه. ما فيش اي صعوبه، كاس مصر 9 ماتشات، ما فيش اي صعوبه يعني في مباراه كاس مصر ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. يا دكتور انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وسعيد جدا جدا بهذه المداخله وما فيها من معلومات قيمه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنه الخماسيه للاتحاد المصري لكره القدم. طيب عبر سكايب معاه مفاجأة، واحد من النجوم اللي من العيار الثقيل، نجوم الأفارقة اللي تألقوا طولا وعرضا في أوروبا وعلى مدار 11 سنة، كان هذا اللاعب خير سفير لإفريقيا في صفوف نادي تشيلسي. أنا بتكلم على جون أوبي ميكيل، النجم النيجيري، نجم تشيلسي الانجليزي اللي بدأ رحلته مع كرة القدم وهو عنده 12 سنة، وتم اختياره وسط مجموعة من اللاعبين اللي وصلوا ل 3000 لاعب. ادي قدام حضراتكم جون أوبي ميكيل، هذه يعني السيرة الذاتية المميزة للاعب مميز. هو من مواليد سنة 87، بدأ رحلته مع الكورة لما كان عنده 12 سنة، وتم اختياره من بين أكتر من 3000 موهبة. جون أوبي ميكيل كمان التحق بناشئين بلاتيو يونايتد النيجيري في الفترة من 2002 لحد 2004، وخطف الأضواء بشكل كبير جدا في كأس العالم تحت 17 سنة في 2003 اللي أقيمت في فنلندا رغم خروج نيجيريا من الدور الأول. التحق بعد كده بفريق لين النرويجي عام 2004 ولحد 2006، وتألق بشكل كبير جدا في مونديال الشباب 2005 اللي أقيم في هولندا وقتها، ووصلت نيجيريا للنهائي. أي نعم خسرت من الأرجنتين 2-1، ولكن أوبي ميكيل حصل على الكرة الفضية كثاني أفضل لاعب في هذه البطولة، وحصل أيضا على جائزة أفضل موهبة صاعدة في إفريقيا في نفس العام. وفي سنة 2005 صيف 2005 كانت هناك معركة حامية الوطيس في المحاكم الرياضية بين مانشستر يونايتد وتشيلسي للتعاقد مع ميكيل، لحد ما حصل التعاقد مع تشيلسي في 2006 تحت قيادة جوزيه مورينيو اللي كان عنده فكرة كبيرة جدا جدا بضرورة التعاقد مع اللاعب وخطفه من مانشستر يونايتد رغم إعجاب وقتها السير أليكس فيرجسون بقدراته، وكان عنده رغبة كبيرة جدا في ضمه مع تشيلسي. هذا الرجل من 2006 لحد 2017 حقق خلالهم تقدر تقول كل حاجة، حقق خلال اللقاءات اللي لعبها 372 مباراة، سجل 6 أهداف، صنع 13 هدف، حقق الدوري الإنجليزي في 2010 وفي 2015، دوري أبطال أوروبا 2012، الدوري الأوروبي 2013، كأس الاتحاد الإنجليزي 2007 و2009 و2012، كأس رابطة المحترفين الإنجليزية 2007، كأس السوبر الإنجليزي الدرع الخيرية 2009، أفضل لاعب شاب في تشيلسي العام 2007 و2008، وبعد تشيلسي لعب في تيانخين تيدا الصيني موسم 2017 و18، ولعب نصف موسم مع ميدلسبرا من يناير 2019 وحتى نهاية الموسم.
ايضا انضم لطرابزون التركي في صيف 2019 ورحل في مارس الماضي ده 2020 بالتراضي لخوفه من استمرار النشاط في تركيا رغم أزمة كورونا الحالية. مع منتخب نيجيريا تم تصعيده للمنتخب الأول في أغسطس 2005 لعب 91 مباراة وسجل 6 أهداف من 2005 لحد 2019 وحقق كأس الأمم الإفريقية مع منتخب نيجيريا في نسختها في 2013 وانضم للمنتخب الأولمبي النيجيري في 2016 بأولمبياد ريو دي جانيرو وحصل مع منتخب نيجيريا الأولمبي على الميدالية البرونزية. كان في قائمة كأس الأمم الإفريقية 2019 مع منتخب نيجيريا اللي أقيمت في مصر وحقق فيها المنتخب النيجيري المركز الثالث بعد خسارته من الجزائر في نصف النهائي 2-1 والفوز على تونس 1-0 في مباراة تحديد المركز الثالث. هذه السيرة الذاتية المميزة لنجم كبير هو جون أوبي ميكيل اللي موجود معانا عبر سكايب. خلوني في البداية أرحب بيك جون وسعداء جدا جدا بوجودك معانا عبر شاشة أون تايم سبورتس 2 وعبر برنامج جمهور الثالثة. شرف كبير، أنت نجم يعني بكل ما تحمله الكلمة من معنى وسعداء بوجودك معانا. Thank you very much for having me. Thank you. جزيلا على استضافتي. خليني في البداية أسألك عن تجربة طرابزون سبور التركي ولماذا لم تستمر كثيرا؟ الأمر كان جيدا عندما انضممت للفريق. كان الهدف هو أن نفوز بالبطولة وبدأنا الدوري وتصدرنا البطولة وحتى الآن لازال طرابزون في مقدمة الجدول وكان لدينا فريق جيد جدا يؤدي بطريقة رائعة وكنا نحقق الفوز في مباريات كثيرة جدا وكما قلت كنا في مقدمة الجدول، ثم وقعت جائحة الكورونا وكان هذا مشكلة كبيرة بالنسبة لي وبالنسبة للفريق أيضا وبالتأكيد لمجلس إدارة النادي نظرا للجميع يخشى على صحة اللاعبين والفنيين وكل من يعمل في هذا المجال لأنها جائحة خطيرة جدا وبالتأكيد كل الدوريات في جميع أنحاء العالم توقفت إلا أن الدوري التركي استمر في هذا إلا أنني خشيت على نفسي وعلى عائلتي وأردت أن أطمئن على بناتي يبلغ عمرهن 4 سنوات وهما توأم وكانت هذه المشكلة وكان علي أن أرى بناتي وكانوا يبكون في التليفون لكي يروني بسبب خوفهم من أن يصيبني فيروس كورونا، ولكن عندما عدت واستقررت ورأيت أن كل شيء على ما يرام جاهز للعودة. طيب خليني أسألك، ما بين إنجلترا والصين وتركيا تألقت بتيشيرتات أكتر من نادي، الخطوة المقبلة لجون أوبي ميكيل هل تفضل أن تكون في دول عربية في دول الخليج زي السعودية زي الإمارات ولا هترجع مرة تانية لإنجلترا ترجع مرة تانية لتركيا؟ أعتقد أنا لم أفكر أين سأتجه. أنا بالتأكيد حلمت في وقت من الأوقات أن ألعب في أحد دول الخليج وستكون خطوة كبيرة وفرصة طيبة لأنني أريد أن أمارس كرة القدم وبالتأكيد أشعر أنني سأكون سعيد لأنني عندما ألعب كرة القدم أكون سعيد بالتأكيد.
أحد وكلائي السيد عبد الحميد هو من يحاول أن يجعل هذا ممكنا، ولكن في الوقت الحالي أنا أنتظر ولدي عروض من جهات مختلفة، ولكن لأنني أريد أن أختار بدقة وعلي أن أتأكد من أنني أتخذ القرار الصحيح، وأعتقد أنني دائما كنت أرغب في اللعب في منطقة الخليج، ولكن علي أن أنتظر وأرى ما سيحدث. هل من الوارد بالنسبة لك إذا قدم إليك وكيلك السيد عبد الحميد كما ذكرت عرضا للتواجد في الدوري المصري، هل هذا وارد بالنسبة لك ولا خطواتك أنت محددها سلفا بعيدا عن الدوري المصري؟ لا يمكن القول بأي شيء أبدا، لا يمكن أن أقول لا أبدا، ولكن لننتظر ونرى ما سيحدث. أنا لا أقول لا أبدا لأي عرض يطرح علي، لأنني قلت لك أن معروض علي أن ألعب في دول مختلفة، وأريد أن أتأكد أن أتخذ القرار الصحيح، وأن الهدف الأساسي هو أن أستمر في ممارسة كرة القدم، ولكن علي أن أنتظر وأرى، وأتمنى أن تتاح لي الفرصة في أي مكان، ولا أرفض أي عرض في أي مكان، وأستمع لكل العروض التي تطرح علي حتى أتخذ القرار الصحيح. عظيم. خليني أروح معاك لتشيلسي تحديداً، هذه المرحلة التي تألقت فيها على مدار 11 سنة، كنت واحد من أهم اللاعبين الأفارقة اللي تألقوا في الدوري الإنجليزي. إزاي قدرت تعمل ده؟ وإزاي نجحت مع فريق كبير زي فريق تشيلسي في إنجلترا؟ الأمر كان صعبا بالنسبة لي كلاعب صغير السن، وعندما انضممت إليهم كان عمري 18 عاما فقط، وكان شيء كبير بالنسبة لي أجاور العديد من اللاعبين الكبار، ديدي دروغبا، فرانك لامبرد، شيفشينكو، كل هؤلاء اللاعبين الذين يلعبون على العشب الأخضر لنادي تشيلسي. بالنسبة لي الأمر كان صعبا، ولكن كان علي أن أتعلم وأكبر، وهؤلاء اللاعبين ساعدوني كثيرا حتى أكون موجود بالفعل في الفريق كلاعب صغير السن، وأنا ممتن لهم. جون تيري كان جيدا جدا معي، هو كابتن الفريق ويعلمني كل يوم، وكذلك ديدي دروغبا وفرانك لامبرد أيضا. كان علي أن أتعلم، وبمجرد أن تعلمت أصبحت لاعب هام للفريق، وأصبح الأمر أكثر سهولة بالنسبة لي أن ألعب معهم وأن أصادقهم أيضا، لأنني كنت أشعر حينها أنني واحد من الفريق فعلا، ولكن الفضل يعود لهؤلاء اللاعبين الكبار الأقوياء، وهم كالإخوة الكبار بالنسبة لي، وجعلوني أشعر بأوقات ناجحة وأخوض أوقات ناجحة في ذلك الوقت. طيب. يمكن أوبي ميكيل عمل في تشيلسي مع جوزيه مورينيو في الولايتين، الولاية الأولى ثم الولاية الثانية لمورينيو، ما الفارق بينهما من وجهة نظرك مورينيو في الولاية الأولى عنه في الولاية الثانية؟ بالنسبة للولاية الأولى لمورينو، كان شخصية عدوانية لأنه كان صغير السن، كان شخصية شرسة ومنضبط شديد الانضباط، كان يضغط دائما وكثيرا في هذا في ولايته الأولى، ومن خلال هذا فزنا كثيرا وبالعديد من الألقاب. وعندما عاد في الولاية الثانية كان أكثر نضجا
وأقل ومتحفظ وأقل عدوانية، وكان يتحدث مع اللاعبين ويصادق اللاعبين ويتأكد من أنه يعلم اللاعبين بالطريقة الصحيحة. واستمتعنا بالفعل بمورينو في ولايته الثانية، استمتعنا بمورينو الذي شاهدناه، ولكن الأمور لم تسري كما يجب بعد الفترة الثانية. أما بالنسبة لي ولباقي اللاعبين الكبار في تشيلسي، كنا نلعب معا. بالنسبة لنا جميعا مورينو هو مدير فني نحترمه ونحبه أيما كانت الظروف، وفعل الكثير لتشيلسي وعلمني كثيرا، وكان يجعلني منضبطا إذا كنت أحتاج أن أنضبط، وكان يعاملني كأب لي عندما كنت هناك. ولكل هذا دائما أحترم مورينو. كارلو أنشيلوتي وكونتي وهيدنيك وسكولاري كلها أسماء قدمت إلى تشيلسي، وكلهم أسماء كبيرة في الحقل الفني. مين أفضل مدير فني اتدرب معاه أوبي ميكيل؟ وليه دايما مدرسة إيطاليا هي المدرسة الأقرب للنجاح في تشيلسي؟ فني كان هناك الكثير منهم الحقيقة. مورينو يأتي رقم واحد لأنه هو من ضمني للفريق وأتاح لي العديد من الفرص وجعلني ما أنا عليه الآن، وسأقول مورينو. ثم سكولاري كان أيضا طيبا معي وكان مدربا جيدا ويعامل الجميع بشكل طيب جدا. روبرتو ديماتيو فزنا معه بدوري أبطال أوروبا، كان شخصية جيدة. أعتقد أن هؤلاء المديرين الفنيين الثلاثة هم من أضافوا لي أثناء وجودي في تشيلسي، ودائما أنا ممتن لهم وأحترمهم كثيرا لكل ما فعلوه من أجلي. صحيح، كنت متواجدا عام 2014 عندما قدم محمد صلاح إلى تشيلسي، وكنت أنت واحد من الأعمدة الرئيسية في الفريق. هل كنت قريب من محمد صلاح؟ ومن وجهة نظرك لماذا لم ينجح صلاح في هذه التجربة مع تشيلسي؟ هل كانت المشكلة أو الأزمة لدى جوزيه مورينيو، أم لدى غرفة الملابس، أم لدى صلاح نفسه؟ أتذكر عندما أتى إلى تشيلسي كان فتى صغير السن وشخصية دمثة الخلق، هو شخصية لطيفة والجميع كانوا يحبونه، وكان منضبطا جدا، وكنا كلنا نحبه، وكنت صديقه المقرب، وكنا نتحدث كثيرا أنا وهو، وكنا نمزح كثيرا معا أيضا. وبالنسبة لي كان صديقا جيدا جدا. ولكي أكون أمينا معك، لا أستطيع أن أقول ما الذي حدث معه في تشيلسي. ربما لم تتح له فرص كافية كان يحتاجها، لأنه أنت كلاعب تحتاج إلى العديد من الفرص، تريد أن تلعب كل أسبوع وتريد أن تلعب الكثير من المباريات لكي تتحسن. ولكن في تشيلسي كان هناك موجود لاعبين كبار ولم تتح له الفرصة للمشاركة الكثيرة، ولكن عندما ترك تشيلسي وذهب إلى روما بدأ يلعب كل أسبوع وكل مباراة، فتحسن وتطور. وأعتقد أن هذا هو ما حدث مع صلاح. السبب في أنه لم يؤدي بشكل طيب مع تشيلسي نظرا لأنه لم تتح له الفرص الكافية، ولم يكن هناك فرص كثيرة للاعب. ولكن أراه سعيد جدا بأنني أراه الآن وهو يحتل مكانة كبيرة بين لاعبي العالم.
هل كنت تتوقع هذا النجاح، هذا الفتى الإفريقي المصري عندما يرحل إلى تشيلسي بهذه الكيفية أن يعود مرة أخرى بهذه القوة إلى الدوري الإنجليزي مرة أخرى مجددا، وإلى فريق مثل ليفربول يحقق معه دوري أبطال أوروبا، يحقق معه لقب الهداف لأكثر من مرة، يحقق معه لقب الأفضل والأفضل أيضا في إفريقيا؟ هل كنت تتخيل هذا من وجهة نظرك، ذلك الصديق المقرب منك كما قلت؟ كنت أتصور أنه سيتطور، ولكن لكي أكون أمين معك لم أتخيل أبدا أنه سيكون بهذه الجودة التي هو عليها الآن، وهذا الفضل يعود إليه لأنه كان تدرب كثيرا ويعمل كثيرا على نفسه، وبالفعل هو شيء طيب جدا أن أرى أخ إفريقي يؤدي بهذا الشكل، وأنا أتمنى له كل الخير دائما، أن يستمر في النجاح وأن يتحسن ويحقق أكثر مما هو عليه الآن، ولأن يحصل على جائزة الكرة الذهبية فهو ليس أقل من الآخرين. أتمنى أن يكون هو هذا الأخ الإفريقي الزميل أن يحقق هذا المستوى عظيم. خليني أسألك، في فترة التواجد العظيمة بتاعتك مع تشيلسي عصرت واحد من نجوم كرة القدم الإفريقية هو ديدي دروجبا، راجل كل إفريقيا تعلم مدى إمكانياته ومهاراته كمهاجم، ايه الاسباب اللي كانت مخليه تشيلسي في هذا التوقيت يمتلك جيل ذهبي ويمتلك لاعب بحجم دروجبا، وايه اسباب نجاحه من وجهه نظرك؟ أعتقد أن الأساس كان في التعاقد وأسلوب التعاقد، وكان مورينو هو من يأتي بكل هذه الأسماء الكبيرة للفريق، ومع مجرد أن بدأنا نلعب مع بعضنا البعض ونعرف بعضنا البعض وأن يكون هناك فريق بروح الفريق وروح العائلة، أصبح لعب المباريات أكثر سهولة. كنا نعرف كيف نتحرك في الملعب وكيف نفوز، ولأن هناك لاعبين أقوياء وكنا نسيطر تماما، كنا ندخل إلى المباراة وكنا نعرف أننا سنفوز. وكان دروجبا واحد هو مهاجمنا الرئيسي، وفي أي وقت نحتاج إليه كان موجودا في المباريات الكبيرة، وكنا نعرف أنه هو الرجل الذي نعتمد عليه دائما، وخاصة في عام 2012 في دوري أبطال أوروبا هو من سجل هدف الفوز، واستطعنا، وبالنسبة لي أعتقد أنه أعظم اللاعبين الذين رأيتهم في حياتي، لأنه يعرف كيف يفوز ويعرف كثيرا كيفية قلب الأمور داخل المباراة. كان لدينا فريق كبير ومجموعة عظيمة من اللاعبين، شخصيات كبيرة جدا ولديهم انضباط كبير وعمل كبير ويجتهدون جدا، ولهذا فزنا بالعديد من الألقاب وحققنا نجاحات كبيرة مع تشيلسي. وأتمنى أن هذا الفريق الصغير الموجود مع تشيلسي الآن يستمر في هذه المسيرة الناجحة. طيب خليني أسألك، لماذا رحلت عن تشيلسي بعد هذه النجاحات وهذا التواجد الكبير؟ أوباميكيل أصبح علامة من علامات تشيلسي بعد 11 سنة قضيتها مع الفريق، لماذا كان الرحيل؟ رحلت لأن تغير العديد من المديرين الفنيين على النادي. أعتقد أنني لعبت تحت قيادة 12 أو 13 مدير فني منذ بدايتي مع الفريق، وكل مرة يأتي مدير فني جديد سنبدأ من البداية، كأننا نبدأ من نقطة الصفر ونثبت للمدير الفني الجديد أحقيتنا. وكل مرة نعمل هذا مع 12 أو 13 مدرب، وكان علي أن أقول في هذا القدر الكفاية وعلي أن أرحل،
وحققت كل ما يمكن تحقيقه مع الفريق، وبالتالي رأيت أنه علي أن أذهب لكي أجرب ثقافة أخرى وكرة قدم مختلفة، وأنا سعيد جدا لأنني كنت موجود في العديد من الدول وكيفية استمتاع الناس بكرة القدم في الثقافات الأخرى والدول الأخرى، وأن أتعرف على حياة الناس في أماكن مختلفة من العالم، وهذا شيء هام بالنسبة لي كلاعب كرة قدم. آخر سؤال، ما هو اللقب أو ما هي الأمنية التي لم يحققها أوبي ميكيل حتى الآن ويسعى خلفها؟ كنت على وشك أن أقول كأس العالم، ولكنني اعتزلت دوليا فلن أرى كأس العالم مرة أخرى، ولكن لا أعلم، ربما أجرب شيء آخر، دائما أتطلع للجديد، ومنها أنني أتطلع للعب في منطقة الخليج العربي، لأن كرة القدم تتطور هناك في دول الخليج مثل السعودية والإمارات، وأعتقد أنه سيكون مكان رائع لممارسة كرة القدم والتعرف على الثقافة هناك ومدى وكيفية استمتاع الناس بكرة القدم هناك. وأنا لا أستطيع الانتظار للفصل المقبل حتى يأتي الفصل المقبل في حياتي، ولكن علي أن أتخذ القرار، والقرار الصواب والقرار الصحيح. عذرا، على ذكر كاس العالم والتصفيات المؤهله لكاس العالم والتصفيات المؤهله ايضا لكاس الامم الافريقيه والمواجهات النيجيريه المصريه، وكان هناك لقاء فاصل في 2017 ما بين المنتخب النيجيري والمنتخب المصري، كيف ترى المواجهات المصريه النيجيريه من وجهه نظرك؟ دائما مباريات كبيرة مع الفريق المصري، بالتأكيد نحن نعلم أننا إذا لعبنا في نيجيريا أنه يمكننا الفوز بنسبة 80%، ولكن عندما نذهب للعب في مصر نعرف أن الأمر سيكون صعب جدا أن نفوز في مصر، خاصة في وجود الجماهير الشغوفة جدا والمحبة لفريقها الوطني، وهكذا يستمتع المصريين بكرة القدم. أنا أحب اللعب في هذه الأجواء في وجود الجماهير، وبالفعل كلما لعبت في مصر كنت أستمتع كثيرا باللعب هناك، لأن الجماهير كانت تجعل من المباراة أو أجواء المباراة شيء جميل جدا، ولكنها تجعل الأمور صعبة على الفريق النيجيري أن تواجه مصر في مصر وتفوز. جون أوبي ميكيل، أنا سعيد جدا جدا بهذا الحوار، نجم كبير بكل تأكيد، شرفنا بيك وما زلنا بنتشرف بيك، نتمنى لك تجربة ناجحة أيضا تضاف إلى سجلك المضيء في الخليج هذه المرة كما تريد، سواء في السعودية أو الإمارات، وبشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار وسعة صدرك وابتسامتك المستمر. شكرا جزيلا، وأنا سعيد جدا بوجودي في برنامجك ومعكم جميعا، شكرا جزيلا. شكرا، أشكرك شكرا جزيلا. ده كان حوارنا مع النجم النيجيري الكبير جون أوبي ميكيل، وخلوني أشكر فريق الإعداد الحقيقة على هذا الحوار، زميلنا حمد وجدي بذل مجهود كبير جدا جدا، أنا عارف أنه أسعد واحد في الدنيا النهاردة هو رئيس تحرير البرنامج محمد عمارة، تشيلساوي جامد جدا. محمد، عايز أقول لكم داهم بيته تشيلسي، علم تشيلسي، بوابة الباب بتاع البيت تشيلسي، الحياة كلها تشيلسي، هو كان بيشجع تشيلسي، وأقول لكم بصراحة هو كان متضايق مننا إحنا المحدثين، أنا محدث يعني، علشان أنا بشجع محمد صلاح، ماليش دعوة بالفريق، أنا معترف هو، فلما محمد كان بيروح محمد صلاح راح تشيلسي، فيلا بينا هوبا هيصة محمد صلاح، فإحنا بنشجع
محمد صلاح جوه تشيلسي، فاحنا ملناش دعوه بتشيلسي. فهو كان متضايق مننا قوي، اللي هو انتوا ايه اللي جابكم هنا؟ انتوا اصلا ما لكوش مكان عندنا. التعامل ده يعني طبعا محمد اسعد واحد في الدنيا باللقاء ده. عبد الباسط لا ملوش علاقه بالقصه دي، هو يعني عبد الباسط في المحلي كابتن مصر، انما تشيلسي وانجلترا والحاجات دي حامد وجدي ومحمد عماره، يعني عشان بس نقول ندي لكل واحد حقه يعني. طيب ما اروح للفاصل، خليني اقول لكم انه انديه المغرب بتفضل لعب مباراه دوري الابطال والكونفدراليه في سبتمبر ده بحسب صحيفه المنتخب المغربيه. اقول لكم برضو كده عناوين مهمه، مبابي بيتصدر قائمه اغلى لاعبي العالم وفقا للمركز الدولي للدراسات الرياضيه، وفيها في نفس القائمه محمد صلاح بياتي في المركز السادس. القائمه دي شهدت تواجد 70 لاعب، امبابي كان على راسها، ميسي في المركز ال 22، كريستيانو في المركز 70، ومحمد صلاح في المركز السادس. قيمة امبابي الحالية وفقا للمركز 260 مليون يورو، بنتكلم انه نجمنا المصري محمد صلاح في المركز السادس بواقع 145 مليون يورو. هروح لفاصل، وبعد الفاصل هستقبل اول ضيوفي كابتن احمد رؤوف، وحوار مهم جدا جدا، واحد من اللاعبين دامثين الخلق، اللاعبين المميزين جدا اللي تألقوا سواء بقى بقميص ام بي، سواء بقى بقميص النادي الاهلي، كل الفرق اللي لعب لها كابتن احمد رؤوف هنتكلم وهندردش معاه. وما تنسوش ان احنا عندنا النهارده كمان جزء اخير هيبقى برضو في الكوره وفي المتعه وفي التحليل مع تامر بدوي واحمد عز، خليكم معانا بعد الفاصل. بجد الترحيب بحضراتكم في الجزء الثاني، وزي ما كنت بتكلم مع حضراتكم قبل الفاصل، لاعب من اللاعبين اللي اخلاقهم سبقاهم، وواحد من اللاعبين ايضا اللي كانوا مميزين جدا جدا على مستوى الهجوم. هنتكلم النهارده في حاجات كتيره جدا جدا تخص فترات تألقه، فترات تواجده مع العديد من الانديه. انا بتكلم على كابتن احمد رؤوف اللي اعلن اعتزاله مؤخرا، واللي مشرفنا النهارده ومنورنا ابو الكباتن. مساء الفل وسعداء بوجودك معانا. ده انا اللي سعيد، ووحشني كتير، وعوده حميده طبعا. ربنا يخليك، ورجعت لتألقك المعتاد طبعا، ووحشني انا على المستوى الشخصي. ربنا يخليك يا رب يا كابتن احمد. عندنا كلام كتير، هستأذنك نبتدي بالتقرير ومن بعد التقرير ندردش سوا. تحت امرك. يلا بينا، الامر لله. على الرغم من عدم لاعبيه لنادي من أندية القمة إلا بعد 30، لكنه استطاع أن يصنع اسما مميزا كواحد من أفضل المهاجمين الذين عرفهم الدوري الممتاز. فاللاعب المخضرم وضع نفسه على خريطة أفضل مهاجم مصر، فكان ضيفا دائما على اختيارات حسن شحاتة المدير الفني للفراعنة، وفي الوقت الذي ظن الجميع فيه أن مسيرته الكروية أوشكت على النهاية، حقق حلمه باللعب للأهلي ليترك بصمة مميزة خلال الفترة التي قضاها داخل جدرانه. إنه أحمد رؤوف، نجم النادي الأهلي السابق، مواليد 15 سبتمبر 1982 بمحافظة المنيا. 17 عاما قضاها رؤوف داخل الساحرة المستديرة، حيث بدأ مسيرته في نادي المنيا عام 92، وانتقل بعدها إلى فريق القناة ليخطف أنظار كبار الأندية، إلا أنه فضل الانتقال إلى إم بي ليكتب مسيرة رائعة رفقة الفريق البترولي منذ أن انضم له عام 2007. سطر رؤوف التاريخ رفقة إم بي، فخلال 6 مواسم قضاها بداخله استطاع أن يصبح الهداف التاريخي للفريق البترولي، فخاض معه ما يزيد عن 100 مباراة، سجل خلالها 36 هدفا وصنع 6 مرارات حاسمة. خرج إلى تجربة احترافية بنادي الاتحاد الليبي، لكنها لم تستمر طويلا، ليعود بعدها رؤوف مجددا إلى الدوري المصري، ولكن من الباب الكبير، فانتقل إلى صفوف النادي الأهلي موسم 2013-2014، فترة كانت صعبة في تاريخ الأهلي نظرا لتغيير المدربين، ورغم الوقت القصير الذي قضاه داخل جدران القلعة الحمراء، لكنه ترك بصمة مميزة، فلعب ما يزيد عن 20 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف من بينها 2 ببطولتين.
فالأول كان بشباك الدفاع الحسني المغربي في الدور الإقصائي بالكونفدرالية الذي ساهم في حصد اللقب بعد ذلك على حساب سيوسبور، والثاني عندما سجل في شباك بتروجيت بالدورة الرباعية المجمعة ليساهم في تحقيق دوري 2013-2014 الذي توج به المارد الأحمر بفارق الأهداف عن سموحة. رحل عن الأهلي لكنه صال وجال وتنقل بين العديد من الأندية، فلعب بقميص المصري وسموحة ووادي دجلة والإنتاج الحربي وبتروجيت الذي اختتم فيه مسيرته ليعلن بعدها اعتزاله لكرة القدم. مسيرة حافلة بالإنجازات لأحمد رؤوف، فاستطاع اللاعب أن يتوج بأربع ألقاب من بينها ثلاثة مع الأهلي وهي الكونفدرالية والسوبر الأفريقي والدوري المصري بالإضافة إلى كأس مصر مع إنبي 2011. وخلال مسيرته كان أحمد رؤوف جلادا للحراس، فاستطاع أن يسجل في دوري الدرجة الثانية خلال بداياته 50 هدفا، فضلا عن هز الشباك في الدوري الممتاز 73 مرة وتسجيله 22 هدفا في كأس مصر بالإضافة إلى 21 هدفا بالبطولات الأفريقية. مسيرة رؤوف الحافلة كانت لابد أن تتزين بالمشاركة مع المنتخب الوطني، فكان من قائمة الشرف المتوج بكأس أمم أفريقيا 2010 تحت قيادة حسن شحاتة، فضلا عن التواجد بكأس العالم للقارات. عن أسباب اعتزاله كرة القدم، كواليس فترته داخل الأهلي وما أسباب رحيله وأفضل فتراته الكروية ورأيه في مشاحنات الجماهير على السوشيال ميديا وموقف الأهلي بعد رحيل لاعبه الكبار، وما هي نصيحته لحسام عاشور، وما خططه وأهدافه الفترة المقبلة. كل هذا وأكثر يجيب عنه أحمد رؤوف ضيف جمهور التلتة مع إبراهيم فايق. ما شاء الله كان فاضل لك ناديين كمان وتقفل اللعبة. كان ناقص المقصة والمقاولين. دول وقعوا منك. دول بالغلط وقعوا منك. بالغلط. ما شاء الله ما بين الأول القناة صح كده؟ المنيا القناة وبعد MP. أنا مش هجيبهم لك بالترتيب، إمبي أهلي بعدين بقى في مصري وفي سموحة وفي إنتاج ودجلة بتروجيت. ده أنت عارف أنت الرحالة ابن بطوطة. بس أنا والمقصة وقعت فيها قبل كده برضو والله، ومين تاني والمقاولين وأنا في القناة برضو. عديت على كله. من بين كل التجارب دي كلها الأقرب لقلبك إيه؟ إمبي. فترة التألق الكبير طبعا. احكي بقى جيت لإمبي إزاي. أنا جيت في إمبي في 2008 يعني في الفترة دي في 2007 كنت وقعت الأهلي في شهر 11 2007 بس ما تمتش دي بقى. وقعت في مع الكابتن عادل القيع في دار الأوبرا، في الجراج دار الأوبرا، ما كنت مع كابتن تامر النحاس. في جراج دار الأوبرا كان في ولاية مانويل جوزيه، كان بيتابعني الكابتن علامة أيوب في الدرجة الثانية على طول وأوصى بالتعاقد معايا وبالفعل مضيت وخدت فلوس يعني وقتها خدت 50,000. حلو ده 50,000 في 2007. 2007 كان حاجة لوكشة حلو. مش عارف امشي بيهم ازاي اصلا. بس فوقعت وخلاص، وكان الاتفاق اللي انا في شهر واحد اللي انا هيخلصوني من القناة، كان باقي في عقدي في القناة 6 شهور. حلو. جه المفترض يخلصوني فقال لك احنا ندفع ليه فلوس وقتها، احنا نأجل التعاقد. انت كده كده واخد المقدم بتاعك كده كده نأجل التعاقد بدل شهر واحد نأجله لشهر 5. حلو. وتيجي فري في الفتره دي ام بيخلص. ياه والله. خلص والاهلي ما اختفى. اختفى هم اتفاجئوا ام بي في يوم وليله، كابتن امام محمدين وكابتن علاء عبد الصادق وكابتن انور سلامه في كلمه ونص خلصوا الموضوع وقتها. ورحت إمبي ورجعت الفلوس. رجعت 50,000 طبعا. أصل في لعيبة بتضرب عليهم. لا ما ينفعش. رجعت الفلوس. حتى اتفاجئوا كابتن عادل قال لي انت مجنون يا ابني، حد يسيب الأهلي؟ بس فكان طب وانت عملت كده ليه؟ مش عارف، كنت قلقان ان وقتها كان فرقة تقيلة قوي. ابو تريكا ومتعب وفلافيو وبركات وعماد النحاس وائل جم، فرقة تقيلة قوي. فقلت اروح فين؟ اروح إمبي. لا فقلت هروح فين يعني؟ هروح وسط اللعيبه في وسط دول يعني مش هلعب. والاهلي هينساني تاني وبتاع وخلاص وبس. مش هلعب. فرحت طالع على إمبي. طالع على إمبي عملت احلى شغل في إمبي. خدت هداف الدور التاني. كان إمبي ساعتها موقفه مش في المراكز الاخيره فمشيت.
مشيت العمليه. اول ماتش ليا كان المحله جبت جونين، بعدها المقاولين جون، بعدها بتروجيت 2، مشيت جبت تقريبا 10 جوان الدور الثاني، خدت هداف الدور الثاني. وقعدت معاهم بفتره طويله. قعدت معاهم بفتره طويله طبعا. جالك زمالك انا فاكر. جالي زمالك كان وقتها ماسك كابتن حسام وكابتن ابراهيم. ايوه. ما تمتش ليه برضو؟ الباشمهندس سامح فهمي ما كانش بيمشي حد، يمكن الوحيد اللي وقتها اللي مشي احمد المحمدي احتراف بره، بس ان كان كل الامكانيات متوفره في انبي، فهو كان عايز يقوي اصلا فرقه انبي فمش عايز يمشي حد. كنا وقتها وصلنا تقريبا قبل نهائي الكونفدراليه، خسرنا من الملعب المالي في قبل النهائي، ساعتها البطوله دي خدها وفاق سطيف. البطوله دي برضو اللي خدت فيها تاني هداف افريقيا فيها. كان الهداف مالك زيايا اللي هو كان الجزائري. ايوه توفيق سطيف. لا كنا فرقه واداره وجهاز فني، لا كنا منظومه جامده بصراحه. بيقول الكابتن علاء ابو صادق كان عامل شغل جامد، حاجه اب والله، اب ليا لحد وقتنا هذا. كان بمثابه الاب الروحي لاحمد رؤوف. وبعدها بقى 2014 بعد انبي رحت الاتحاد الليبي. ما ارتحتش. كان بس النادي ده كان رقم واحد في ليبيا، كان اسمه العميد. اشتروني من انبي وقتها. وطلعت في الفتره اللي كان موجود فيها كابتن حسام البدري. لا انا فتره كابتن حسام، لا كان الفتره دي تقريبا، لا بعد كابتن حسام البدري. بعد كابتن حسام رحت الاهلي 2014. جيت انا المفترض جاي من الاتحاد الليبي. كان على نادي الزمالك. ايه اللي حصل بقى؟ اتاخروا برضو، اتاخروا كتير. مستعجل على طول، اللي بيتاخر ما بتقعدش. لا الاهلي في 48 ساعه الموضوع خلص. المره دي بقى خلاص الاهلي هيتعلم بقى. لا خلاص 48 ساعه. الاربع كلموني. مين اللي كلمك بقى؟ كان كابتن صالح حفيظ. وكابتن محمد يوسف وقتها. يوم السبت كنت بوقع. كنت مخلص خلاص. ايه الفرق ما بين 2014 و2007؟ السن. يعني في رحت 2007 كنت مثلا 25 سنه. 2014 32 33 سنه. اتهاجمت الصفقه دي، اتهاجمت من قبل ما يعني ما تحط رجلك في الملعب، مهاجم كبير في السن، ده اثر عليك؟ لا بالعكس، اداني دافع. بس اللي كان معطلني شويه في البدايه، اللي انا كان في ليبيا ما فيش فين وفين، كنت يعني لما العب ماتش كان الدوري الامور هناك صعبه. يعني ده اثر على لياقتي شويه، لكن لو الدنيا ماشيه هناك وبلعب ماتشات والامور ماشيه بشكل كويس كنت هرجع مكتمل، لياقتي مكتمله. لكن ده فرق معايا في يعني قعدت فتره لحد ما لياقتي ابتدت ترجع تاني واستعيد مستوايا. ابتديت العب، ابتديت اشارك، لعبت مع ماتش كان اهم ماتش ليا طبعا، الدفاع الحسني اللي جبت فيه الجون، فرق معايا معنويا كتير. بس ابتديت ارجع لمستوايا. بس جه جريده مش عارف كان وجهه نظره ولا انا امشي بناء على ايدي، ما فهمتهاش لحد وقتنا هذا. ما لحقتش تقدم نفسك في النادي الاهلي بالشكل اللي انت كنت في الوقت اللي انا ابتديت اشتغل كويس، اشتغل وارجع واشارك وبلعب. يعني لعبت مع كابتن محمد يوسف معظم الماتشات. كابتن فتحي مبروك بصراحه يعني كان من الناس اللي لها فضل عليا طبعا، كنت بشارك معاه، جبت جون بتروجيت، كان كل الماتشات بلعبها مع كابتن فتحي وكابتن محمد يوسف. جه جريده فجاه لقيت نفسي ما بلعبش احتياطي بعيد، فجاه لقيت نفسي بمشي. ليه ما عرفتش وجهه نظر مستر جريده اللي هو مشيني. كان بالنسبه لي كانت مفاجاه وقتها. رايك في ايه كمدرب جريده؟ هو في التمرين يعني هو مش على الخط. هو تمرينه ممتع. تمرينه ممتع لكن على الخط ككوتش يعني؟ لا على طول، لا على طول متنرفز، على طول شاغل نفسه بالحكم الجهاز الفني التاني، مش تقيل على الخط كده. مع انه هو جاب الكونفدراليه. لا وقتها اللي جاب الكونفدراليه جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي. يا احنا ماتش سي اسبور لو تفتكر النهائي. الفرقه دي ضيعت كتير. أيوه. لو تفتكر. أيوه. والجماهير الاستاد كان مليان وقتها. وجايبين جون بايه؟ بروح الفانله الحمراء في الدقيقه 95. عماد متعب. صحيح. طبعا. اصلا لعيبه افريقيا كانت بتجي لنا استاد القاهره. مرعوبه. صحيح. يعني انت تكسب في الدقيقه 95 بجون متعب وتاخد البطوله، ده تأثير جمهور على صعيد الفرق وعلى صعيد المنتخبات. من شوية سمعت جون أوبي ميكيل، وده بقى جون أوبي ميكيل يعني اللي هو تجارب بقى في تشيلسي ونجم كبير، قالك احنا بنلعب منتخب مصر بلاعب مصر جوه مصر في القاهره، لا بيبقى ماتش بالنسبه لنا صعب. يعني انا اتذكر حضرتك زي ما حضرتك بتقول كده ماتش الجزائر اللي كسبناه 2-0 بجون برضو متعب في الدقيقه 94 وجون عمرو زكي في الاول، انا كنت قاعد على الدكه احتياطي بره.
ماتش نار ده من نار. الثانية الأولى احنا بنهاجم والله قاعد انا نفسي على الدكة قاعد بره من منظر الجمهور مرعوب مرعوب ما بالك الفرق التانية ما بالك فرقة الجزائر ما طلعوش بره نص الملعب ما طلعوش ده الجون بتاع عمرو زكي ده اربع مرات الكرة على الخط في العرض عبد الظاهر السقا متعب ابو تريكة فاكر الجون ده كويس قوي عبد الظاهر السقا في اول الماتش طالع لقدام عبد الظاهر السقا مدافع مصر كان الوحيد اللي ورا كان وقتها وائل جمعه مع الثانيه الاولى ما هو عشان كده لما كنا بنتكلم الروح بقى والحاجات اللي شبه جمهور 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 حاجه مرعبه حاجه مرعبه طبعا استاد القاهره مرعب اصلا طيب نرجع تاني بقى للجزئيه اللي احنا كنا بنتكلم فيها سيوي سبور والكونفدراليه وجريدو كان صاحب القرار ومشي بعديها كمان ومشي ما كملش بعدها ما اتضايقتش بقى انه طب انت عم مشيتني ومشيت بعديها استفدنا احنا ايه والله زعلت جدا زعلت جدا كان نفسي اكمل يعني انا بعد ما ابتديت ارجع ارجع احمد رؤوف مشيت فزعلت يعني كان نفسي اكمل يعني تلعب في النادي الاهلي تلعب في وفي سنه واخد 3 بطولات فكان بالنسبه لي كان حلم مش هكذب عليك يعني بس انت اهلاوي اصلا طبعا اهلاوي ولما كان جالك الزمالك كنت تلعب لانك لاعب محترف لاعب محترف كان وقتها يعني ناس شارية ناس عايزاني وكانوا مركزين يخلصوا الموضوع بس كان وقتها حتى وقتها الاستاذ ممدوح عباس كلم الاستاذ سامح فهمي بس وفي موضوع كنت انا وكان المحمدي برضو فقال له احنا مش بنمشي حد بس كانوا جادين لكن الموضوع ما كملش فما زعلتش لان انا كنت بلعب في نادي وقتها نادي كبير منظومه محترمه صحيح وكنت واخدين كمان ستايل يعني فرقه بتاخد كاس مصر فرقه بتاخد فرقه مكتمل احنا كنا فرقتين فرقه في اللي بتلعب وفرقه احتياطي من بعد بقى رحيلك للنادي الاهلي كنت عايز تثبت تثبت ايه يعني انت مشيت من النادي الاهلي في 2014 تقريبا لعبت في كل فرق الدوري من بعد ما مشيت للنادي الاهلي انا كان اهم حاجه عندي بعد ما مشيت السنه اللي انا مشيت فيها من الاهلي مضيت في سموحه عاده بيحصل لاي لعيب انه لما بيبقى في النادي الاهلي يخرج من النادي الاهلي سواء مر عليه سنتين او هو مثلا كان موجود من ولاد النادي الاهلي ومشي بتحصل له انتكاسه ليها علاقه بان هو مش مصدق ازاي انا امشي من النادي الاهلي او ده حلم عمري وضاع تعاملت مع الواقع ده ازاي لانه ما بقاش سهل انا مشيت كبير يعني انا كنت مشيت النادي الاهلي بلعب جايب بطولتين وبشارك لحد اخر ماتش بلعب كويس فماشي احمد رؤوف مش ماشي واحد بره ال 18 لا واحد لا ماشي احمد رؤوف ماشي بشارك وبلعب بشكل واقعي فيمكن لما فكرت في بعد ما مشيت من النادي الاهلي فكرت جالي دجله جالي مضيت في سموحه بالفعل بس فكرت عايز نادي انجح فيه عايز نادي الاقي دعم ده اللي لقيته كان جالي الاسماعيلي والمصري بس لقيت دعم اكتر في النادي المصري وبالفعل سندوني الجماهير سندتني ووقفوا معايا بصراحه رجعت يعني كملت على نفس مستوايا ونفس الاصرار بتاعي وجبت في سنتين في النادي المصري 25 جون ودخلت من الاهداف الهدافين التاريخيين في النادي المصري في سنتين بعد تجربه امبي بتقيم ايه تاني اهم تجربه بالنسبه لك الاهلي والمصري طبعا صحيح أهم ليه اخدت قرار الاعتزال اقول لحضرتك على حاجه انا بعد فتره بتروجيت انا يمكن لما رجعت بتروجيت بعد الانتاج الحربي راجع على اساس ان احنا نكسب القضيه اللي كانت مفترض مرفوعه وفعلا كسبوها كان نجوم المستقبل وبتروجيت فيفضل في الدوري الممتاز يفضلوا في الدوري ورجعت على هذا وكان كل اتفاقي ان انا راجعين دوري ممتاز ووقعت والاتفاق تم وكل حاجه كنت متفق عليها تمت بالفعل يعني كل حاجه تمام فوقعت ومشيت فوجئت ان الجدول الدوري الممتاز بيتحط فانت بقيت بتلعب في الدرجه الثانيه امر واقع انت مش عارف تمشي ازاي وقعت وخدت فلوس واتفاقك تم بس انت فوجئت ان انت في كابوس بس فجيت لعبت زعلت على نفسك يعني طبعا صح. لعبت ماتشين بالظبط مش عارف تلعب قلت لهم لا مش هكمل قلت لهم انا هاجي اتمرن لكن مش هلعب درجه تانية
بس بقيت اجي اتمرن. ليه؟ ليه مش تلعب درجه تحت؟ حسنه انتقاص من قدرك بعد التاريخ اللي انت قدمته؟ طبعا طبعا. وما كانش اتفاقي. وما كانش الاتفاق. ما كانش الاتفاق. يعني هما كانوا مدي لك وعد ان انت هتلعب دوري ممتاز. اه بالفعل. وكسبوا القضيه واعلان الهوطه يتلغي وخلاص ما فيش اي مشكله. انت كان عندك عروض تانية غير بتروجيت من دوري ممتاز؟ اه جالي طنطا وجالي اف سي وجالي الجيش وجالي الحرس. بس بتروجيت عشان كابتن عوده كان علاقه قويه بالكابتن محمد عوده ونزل مع وقال لي انا مش اكيد مش همرن في الدرجه الثانيه، انا نازل من الدوري الممتاز مش هنزل درجه ثانيه هفضل مكمل. خلاص الكلام فيه يعني مصداقيه طبعا من حد قريب مني. ف قعدت وقتها مع رئيس النادي احمد فهيم وقال لي احنا كسبنا القضيه. خلصت والماتشين بالظبط وما قدرتش. جيت لحد يناير. قول لي ايه مشاعرك ايه يعني؟ مش قادر. انت برضو يعني مع احترامي الشديد برضو انا عملت اسم، عملت اسم كبير. فانت بتيجي تلعب قدام فرقه في الدرجه الثانيه بتلاقي مش بقلل يعني من اللعيبه طبعا استحاله، لكن انا بقول لحضرتك بتلاقي مثلا زحمه الملعب ضيق، تلاقي 3 4 ماسكينك. مش كوره اللي انت متعود عليها. مش كوره يعني انت 2 مثلا 20 لعيب في في 20 متر. انت ممكن تطلع من الماتش ما تعرقش، ما فيش نقطه تعرق، ما لمستش كوره، ممكن ما تلمسش الكوره. لقيت الامور صعبه. انت بتلعب بتروجيت، فرقه بتروجيت كانت في الدوري الممتاز هي اللي نزلت في الدرجه الثانيه، فالفرق زي الاهلي الاهلي الدرجه الثانيه، فالامور صعبه. لعبت اول ماتشين فما ما قدرتش. والملاعب كانت كويسه اللي بتلعبها؟ كنت بنلعب في ملعب السويس بتاعنا وملعب في ملاعب كويسه وملاعب وحشه. بس انت نفسك انت يعتبر في الدرجه الثانيه بتروجيت كانت النادي الاهلي، امكانيات ولاعيبه وجهاز فني وستايل حاجه محترمه يعني. كويس. بس جيت على شهر يناير ابتدت خلاص اعلنت ان انا مش هكمل. وبالفعل حصل الحوار وما قبضتش، قعدت كام شهر ما قبضتش. وكلمت محمد فضل وقدمت شكوى ووقف جنبي وخلاص فسخ العقدي. وحتى الكابتن مجدي عبد الغني في جمعيه اللاعبين المحترفين وقف مع يعني الناس كلها وقفت جنبي عشان احمد رؤوف يعني. وبس ومحمد فضل كلمته وفسخنا العقد وبالتراضي وخلصت اموري. وابتدى شهر يناير يجي لي عروض. جالي 3-4 فرق في الدوري الممتاز، فرق محترمه. بس النهارده حد يكلمني اقعد افكر مع نفسي. انا من النوعيه اللي قبل ما بعمل اي حاجه لازم اصلي استخاره. النهارده فلان كلمني، نادي فلان كلمني، اوكي تحت امرك واتفق. بس اجي في التنفيذ لازم اصلي استخاره، بصلي استخاره مره واثنين وثلاثه، اصحى كده الاقي نفسي مش قادر. مش ما اروحش الميعاد. انا مسافر، انا هنا ما بروحش. اخرهم كان فرقه بالسعوديه بعد ما اتفقت على كل حاجه. ممتاز ولا ممتاز بيه؟ كان فرقه تصعد دوري ممتاز الف. ممتاز بيه وكانت تصعد دوري ممتاز الف. واتفقنا والناس كلموني وخلاص وبيبعتوا لي التاشيره واتفقت على كل حاجه. ايوه. صليت استخاره، صحيت انا يوم الصبح بعتذر. ايه في ايه ازاي يا كابتن يعني؟ انت اديتنا كلمه ومشينا فيرود برازيلي وحضرتك جاي. قلت له مش قادر. طب حضرتك تعالى اقعد معانا هنا وتلاقي. طب ليه ما بتديش نفسك فرصه يعني؟ ما هي بعد الاستخاره ما خاب من استخار الله. خلاص انا صليت استخاره مش قادر. تحس ان انت مش عايز. مش عايز بعد ما بتفق وخلاص وكل حاجه تمام شور واتفقت مش قادر اصحى من النوم. ده بيحصل مع كل الانديه خلاص؟ خلاص اربع خمس انديه كده. جيت بقى على يوم 28 او 29 يناير صليت استخاره اعتزال، اكمل او ما اكملش. طيب يعني دي خلاص. كمان دي قمت فيها بقى مرتاح ان انت دي خلاص. لقيت نفسي مش قادر، قافل تليفوني وبكتب على صفحتي على الفيسبوك اللي انا بشكر كل الانديه اللي فوضتني وكل رؤساء الانديه والمديرين الفنيين. خلاص بعدها بكام يوم طلعت على الهوا مع في برنامج الماتش اعلنت اعتزال على الهوا وقفلت الصفحه. وانا مرتاح. وانت مرتاح. وانا مرتاح. دلوقتي لو حد جه قال لك تعالى ارجع وبتاع. لا خلاص. خلاص. خلاص انا لسه واحد اول امبارح وكيل بيكلمني في الموضوع قال لي ما تيجي العب لك سنه. فين؟ ممتاز؟ قال لي ما فرقه دوري ممتاز. قلت له خلاص الموضوع بالنسبه لي صفحه واتقفلت. انت مش قادر ذهنيا ولا مش قادر بدنيا؟ لا ذهنيا. ذهنيا؟ ذهنيا طبعا. ذهنيا خلاص نفسيا. مش لا بدنيا انا بقى انا كل حاسس ان انت عملت كل حاجه عملت يعني؟ كل حاجه. هعمل ايه تاني يعني؟ ما فيش حاجه اعملها. مش هلعب عشان اخد فلوس. مش احترافيه. لا اخدت كل حاجه، لعبت في تلتين الانديه، عملت كل حاجه. الدفدر. ايوه انا بقول لك انت كان فاضل لك ناديين كمان اتنين كمان واتنين تبع القوات. خلاص عملت كل حاجه.
فاكر ماتش نهائي الكاس؟ انت لعبت نهائي الكاس قدام الزمالك. قدام الزمالك. قدام الزمالك. طبعا. فاكر كواليسه؟ طبعا. انا نازل اصلا انا من ماتش ده ماتش من المطوشه بتاعت زمان ده تحس انه ماتش بتاع زمان. الملعب من حلاوه الجمهور النادي. هتقول لنا بقى يا جماعه شويه لقطات من المباراه دي كده. من حلاوه الجمهور وانا نازل معاه كده كده جمهور الزمالك جاي يحتفل، هم جايين يحتفلوا بالكاس. ده حقيقي. نزلت الملعب اكتر من اكتر من لعيب من نادي الزمالك قال لك احنا كنا جايين نحتفل. هم جايين يحتفلوا الجماهير جايه تحتفل لدرجه هم بيشجعونا يعني كان الجماهير من كترها كانت قريبه مننا واحنا بنسخن. فانا واقف الاقي رؤوف مش هتيجي الزمالك انا بضحك منظر الجمهور يخليك تضحك مش عارف اسخن بضحك مبسوط يعني الجو حلو جو كوره جو كوره حلو جو كوره واحنا كنا فرقه برضو تقيله لا كنت فرقه عبد الظاهر السقا عمرو فهيم دفوني احمد عبد الظاهر عبد مصطفى محمد ابو العيله احمد صبحي لا كنا فرقه تقيله قوي بس عسل اسلام عوض فقعد بتفرج على الجمهور قاعد اضحك مش عارف اسخن بص على الجمهور ايه ده ايه ده ايه المنظر ده معاك كابتن حسن شحاته مدير فني شيكابالا وعمرو زكي وفتح الله احمد حسن لا فرقه فرقه واحد السيد فرقه الدراع لوحده الدراع بيلعب لوحده لا 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 بتلعب بتلعب الكمبيوتر اكتر قاعد انا ايه ده يا جماعه طب هنلعب ازاي طب ربنا احنا كويس وصلنا النهائي وربنا يعدي بس اليوم ده على خير وايه وخلاص الشوط الاول احنا كان مسكنا كابتن مختار وقتها بنلعب براسين حرب انا واحمد عبد الظاهر تحتينا عادل مصطفى بنلعب لا بنلعب كوره بس مع الضغط الجمهوري والخوف طبعا احنا مضغوطين جاء اول الشوط الثاني الزمالك جابوا عمرو زكي خلاص قلنا خلاص هتفتح بقها بقى لقينا اصرار غير طبيعي محمد عبد الظاهر من على الجنب باص الكوره لمحمد شعبان محمد شعبان عمل سرور هجيب لك انا الاجوان دلوقتي حالا انا قدامي بالظبط محمد شعبان عمل سرور ليا استلمته بظهري لفيت فتح الله جاي عليا رحت قاطم بيه وانا بقى بحط راح بايده زق الكره بايده ضربه جزاء حسبها الحكم اليوناني وقتها ايوه جابها عادل مصطفى حتى من حسن حظنا عادل بيشوط ضربه الجزاء تخبط في العارضه ولو ما خبطتش لمست ظهر عبد الواحد السيد رجعت لعادل مصطفى ضربه حره غير مباشره ايوه من حسن حظنا تخبط في العارضه وعبد الواحد وهو قاعد في الارض تخبط فيه ترجع لعادل مصطفى يحطها جون واحد واحد الجون الثاني بضغط من على الجنب في كان ابراهيم صلاح عامل تاكلنج عليه عديت لعبت بالعرض لعبد الظاهر في الدقيقه 80 او 83 جبنا جون بينا نجري مش مصدقين تكسب نادي الزمالك 100,000 متفرج وكابتن حسن شحاته صدق القاهره صدق لا حاجه ده اهم ماتش في حياتك ولا في ماتشات تانية؟ كان في برضو ماتش الزمالك وانا في انبي برضو كان ماسكنا كابتن حسام البدري ده في الدوري في الدوري ما هو في السنه دي انتوا لعبتوا دوري ولعبتوا كاس ولعبنا افريقيا ولعبنا افريقيا وقتها انا الماتش ده يمكن حصل معايا موقف انا كنت هداف الدوري الموسم ده مع كابتن حسام بدري لاعبين قبل ماتش الزمالك ده ماتش المقاولين جاي فيه هاتريك كسبنا فيه 3 جبت 3 جوان قعد في التكتيك كابتن حسام البدري عمل تكتيك هو متعود يعمل التكتيك ويحط تشكيل لقيت نفسي مش في الفرقه الاساسيه وهداف الدوري وهداف والماتش اللي قبليه جايب 3 جوان قلبت وشي طبعا كنت متضايق قوي زي ماتش الزمالك بقى وكنا ساعات الماتش ده في المقاولين وزعلان ايه ده مش هلعب ازاي يعني ايه اللي انا عملته بس طلعت لقيت بالليل كابتن حسام بيكلمني والله العظيم بحكي لك كده بالظبط قال لي كان هو في يعني في علاقه قويه بينه وبينه قال لي انت حمار قال لي انت عايز تبدا انت طبيعي تبدا انت راجل هداف الفرقه وهداف الدوري قال لي بس هتبدا مش هتعمل حاجه انت هتقعد معايا على الدكه وهتنزل هتجيب جون وهتكسبنا طب خلاص يا كابتن اللي حضرتك شايفه بالفعل الشوط الاول خلص 0-0 الشوط الثاني قمت سخنت اول خمس دقايق احمد جعفر جاب جون كابتن حسام نادى عليا رحت نازل اول لمسه ليا خدت فاول لعبها لي محمد شعبان جوه ال 18 تقريبا لمسها عمرو فهيم رحت خدتها فيرست تايم لو تفتكر الجون ده فيرست تايم في عبد الواحد السيد جبت جون التعادل زعلت عبد الواحد انت كتير منه واحد واحد الجون الثاني برضو اتلعبت لي سرور من عادل مصطفى رايح اجيب جون جاي عبد الواحد بدل ما احطها حطيتها لعبد الظاهر بالعرض جاب جون كسبنا 2-1 ونفس الواقعه واللي حصل بالظبط بينه وبين الكابتن حسام قال له كابتن حسام البدري على الهوا في مداخله ان انت كنت عايز تلعب وبتاع كابتن حسام كان بي يعني بيتكلم معاك وبتاع ويقول لكم رايكم ده الماتش بتاع الدوري ده ماتش لا ده كاس ده ماتش الكاس ده عشان جون عمرو زكي برضه صوت الجماهير
كان رعب. بص حاجة، بص عاملة ازاي. لا 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 والله العظيم افتقدنا الكورة وافتقدنا الجماهير وافتقدنا الحاجات الحلوة دي والله. كان جو ممتع. ها؟ جو ممتع قوي قوي برضو. خد بالك يعني ما خطفها عمرو، خطفها عمرو قبل ما مونو. كان ابو جبل واقف ده عادي. اه كمل عليه. لعيب محترم عادل طبعا مصطفى، لعيب محترم. وعاوز يرجع بس السروم للاول وال... عندنا الكره من قبليها، نحاول نجيبها من قبليها. شايف اللمسه بتاعت عبد الواحد؟ صحيح. صدق انا اول مره اخد بالي منها. هي دي اللي اول مره اخد بالي منها. ده الجول التاني ده انت ده. اه ده عبد الظاهر. اه 17 ده عبد الظاهر. لا انا 17 ما بقول لك ده انت. اه صح كده. وانت كنت دايما اصلا عندك عاده كده الشنكار تقريبا بترميه. اه بنزل الشراب على طول. اه ليه بقى يعني؟ بيبقى مع كتر المجهود فبيجي يعني. بس بقول لك ايه، الكره دي انت شيطها وقلشت. ما قلشت صح كده. اه بس ما بس عدت. اه عدت. اه عدت وراحت. وعبد الظاهر جابها جول والدنيا حلوه، خدنا الكاس مصر والسرور عبد قدام الزمالك وبتاع وخلصت. اه بس احنا بنمشيها سرو. احنا سرو شوطه بالعرض. اه في اللقاءات بنقول عليها شوطه بالعرض. اه لعبها بالعرض لكن هي قلشت. طيب خلينا اتكلم معاك في انت قلت لي بالنسبه للامبي دول كانوا ماتشين مهمين بالنسبه لك في النادي الاهلي. كان عندك ماتش من الماتشات اللي انت ما تنساهاش ولا ما لحقتش؟ ماتش الدفاع الحسني. الدفاع الحسني. الدفاع الحسني اللي اتسجلت فيه. اه وماتش بتروجيت طبعا، يعني جونين بطولتين. يعني هم دول اقرب حاجه طبعا ليك. دول ما يتنسوش طبعا. صحيح. يعني جونين اعظم جونين في حياتي. اذا رجع بيك الزمن ايه كنت تعمله او ايه كنت ما تعملوش؟ لما تقعد تفكر كده في مسيرتك الكرويه. خطوه ليبيا. ليبيا ما ضافتلكش حاجه؟ عطلتني. عطلتك. عطلتني. اه لكن لو كنت رحت من انبي على الاهلي دايركت، لا كنت اروح بمستوايا ولياقتي. لكن وانا في ليبيا عطلتني شويه. لان رجعت هناك برضو الدوري مش اللي هو كل فين وفين، لما بتلعب ماتش برضو الامور مش زي عندنا. فدي عطلتني. رجعت النادي الاهلي مش مكتمل اللي انا كان وقتها. الدوري في يناير. انت خفت من المنافسه في 2007 من المنافسه لانه كان في لعيبه كبيره زي ما انت ما قلت، لكنه في 2014 انت رجعت. اه ورحت النادي الاهلي. اي نعم. ولكن والمره دي كان في مشكله بدنيه بالنسبه لك. مشكله بدنيه. لكن لو عاد بيا الزمن هروح في 2007. تروح في 2007. تروح في 2007 اللي انا بعد تجربتي في انبي كان لو رحت الاهلي هنجح. انتقدت انت يمكن وتهاجمت شويه. شويه في البدايات. اه ده ما انساهوش. ده ما تنساهوش. في الدقيقه 94 من الماتشات برضو الصعبه بالنسبه للنادي الاهلي. عمرو جمال برضو. عمرو جمال وجده ونجيب اهو. كابتن يوسف. كابتن يوسف قريب من اللعيبه بيعرف قوي. قريب قريب مني انا شخصيا. شخصيه والله. جميله. اه شخصيه جميله محترمه. انت من انت من اللعيبه اللي كنت بتحب التعامل النفسي. بص بص انت بص يعني. اه هو جالي هو بعد الجون جه جري عليا فتح سبرنت عليا. انت شايف مين اخر واحد متقدم فيها؟ وائل جمعه. اخر واحد وائل جمعه. ده كان تريزيجيه ده اللي لعب الكوره ولا جد؟ جد العرض. اه جد. اه ده ماتش المقصر. ماتش المقصر. آه. طب انا اسالك سؤال، يعني خلال الفتره اللي انت قضيتها في النادي الاهلي ايه اكتر انتقاد ضايقك؟ السن. جايبين لعيب سنه كبير. اه بس القصه قصه عطاء مش قصه. آه. سن. ما انا رحت النادي المصري. اه رحت النادي المصري بعدين عملت 33 سنه وعملت طبعا. مين كان اقرب لعيب ليك في الفتره دي في النادي الاهلي؟ بالفتره دي كان ده بامبا. ده بامبا. اه كان طبعا وائل جمعه. طبعا وائل جمعه. اه طبعا. اشمعنى؟ عاقل وكنت بستفيد منه في حاجات كتيره. اتكلم معاه. مش من اللعيبه المهيبره. لا 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 عاقل جدا وحاجه جميله. اه اكلمه واخد رايه. هو كان اللعيب الوحيد في النادي الاهلي اللي كان عارف اللي انا جاي. كان عارف اللعيب الوحيد. اه كان عارف.
يعني اليوم اللي انا جاي اوقع فيه قال لي يعني اتاخرت يعني لا اتاخرت 7 سنين لا اتاخرت في الوقت المفروض تيجي على الساعه 10 الصبح جاي لي الساعه 11 بس فلا كان الناس القريبه مني اللي بحترمها جدا. طيب قبل ما اروح للسبورة عايز اسالك مؤخرا رايك ايه في اداء النادي الاهلي مع فايلر قبل طبعا كورونا والقصص دي؟ احسن لا امثال فايلر حقق نجاحات كبيره مع النادي الاهلي بمكسب في الدوري الممتاز كل ماتشات مكسب ومكسب بيجيب مكسب لا اداء فرقه الاهلي لا الاهلي مستواه كان مع فايلر طبعا مستوى عالي جدا وباين يعني يمكن من اقل ماتشات النادي الاهلي كان ماتش النجم الساحلي تقريبا ويمكن اصعب اختبارات النادي الاهلي كان ماتش الهلال السوداني في السودان كان من اصعب الاختبارات بس نجح فيه فايلر بس ويمكن حته ان الدوري توقف دي فرقت كان يحقق نجاحات كبيره على المستوى. صحيح ايه اسوأ اداء للنادي الاهلي بعد ما مشيت من النادي الاهلي ايه المباريات قابلت النادي الاهلي كتير بقمصان فرق كتير ايه المره اللي انت وانت بتقابل فيها النادي الاهلي حسيت ان لا ده مش هو ده النادي الاهلي الاداء قليل مش متذكر بس في ماتش من الماتشات ولا طول الماتشات الاهلي لا كل الماتشات كان بلعبها قدام في ماتش لا في ماتش وانا في مصر كسبنا كنا متقدمين عليهم كان ماسك طبعا كابتن حسام حسن كنا متقدمين عليهم في برج العرب 3-0 وقتها وكسبنا 3-2 يعني كان يمكن تقدمنا عليهم في الشوط الاول 3-0 بس كان يمكن اقل اشواط النادي الاهلي مش الشوطين الشوط الاول بس لما بخلاف كده النادي الاهلي كان لا لا بيبقى طبعا الدنيا ماشيه يعني. ماشي كويس جاهز للسبوره ولا اتفضل جاهز جاهز طيب يا سلام على الروعه يا سلام عليك يا رؤوف يا سلام يا سلام والله والله هدف جميل الله عليك يا رؤوف لسه رؤوف والثالث رؤوف والثالث الله عليك نعم ولا هدفي في مرمى بتروجيت سبب تتويج الاهلي بلقب دوري المجموعتين نعم عدلي القيعي قال لي انتقالك للاهلي تاخر 6 سنوات نعم كنت قريبا من الانتقال للزمالك لكن امبي رفض نعم كل ده احنا قلناه ماشي معاك يا عم زي الفل لحد دلوقتي رفضت طلب محمود طاهر بعمل حفلة وداع ليه ما رفضتش اعتذرت ايه اللي حصل اعتذرت ليه كان عندي ماتش مع مين مع المصري وانا في المصري وانت في المصري طب ده الراجل بيقول لك ماتش وداع ما انا كنت في معسكر عندي ماتش يعني فاعتذرت اعتذرت ما اتضايقش ما زعلش لا خالص ما زعلش لا اللي بعده حسام حسن يستحق تدريب الاهلي نعم ام لا نعم اتظلمت في الاهلي بسبب وجود متعب وعمر جمال؟ لا طب اتظلمت في الاهلي وخلاص؟ اتظلمت بسبب مدرب بسبب مدير فني بسبب مدير فني بسبب مدير فني اللي بعده عسن شحاته كان بيجمع تبرعات ويوزعها على الغلابه في انجولا نعم ام لا؟ نعم هو طول عمره بيعمل حاجات لله يعني سواء في انجولا او في القاهره كنا يعني كان في ميزه بيعملها كابتن حسن شحاته ال 30 لعيب سواسيه اللي بيلعب زي الاحتياطي زي ال 18 كله سواسيه كانت ميزه اللي بعده ام بي نجح في التعاقد معي قبل الالف موسم 2007 نعم ده حصل رفضت ارتداء رقم 22 في الاهلي لانه تقيل عليا نعم ام لا نعم كده بنفس الصيغه لانه تقيل عليك طبعا كان ابو تريكه لسه معتزل وكان في ارقام 4 ارقام او 3 ارقام موجودين منهم 22 فتعرض عليا من المدير الاداري ان انا البس 22 قلت له لا شكرا صعب هاجي بعد ماتش يقول لك 22 كان لابسها ابو تريكه ودلوقتي احمد رؤوف لا صعب للدرجه دي شايف قيمه ابو تريكه كبيره طبعا
مش هكذب على نفسي. اللي بعده حسام حسن كان يرغب في تواجدي في الزمالك موسم 2009؟ نعم. سلام عليك يا صريح يا سلس انت. والله العظيم ثلاثة ايه؟ مصطفى محمد افضل مهاجم في مصر حاليا؟ نعم ام لا؟ حاليا؟ نعم. الاختيارات اكتر مهاجم، بص هتقع انت في الاختيارات دي خد بالك بقى، بص بقى اكتر مهاجم تعرض للظلم في الدوري. مروان محسن، خالد قمر، احمد علي، هتفكر اهو. بص لا مروان محسن. مروان محسن قطع اتعرض للظلم؟ اتعرض للظلم. من مين؟ من الجمهور. ليه بقى؟ بيأدي بس مشكله راس الحربه يعني انا في اوقات ممكن انت مطلوب منك محطه وهو كمحطه بيأديها. انا من اكتر اللعيبه اللي بتبذل مجهود في النادي الاهلي مروان محسن. مروان محسن وفي التوقيت الحالي او في الكره الحديثه راس الحربه ما بيجيبش جون، اللي بيجي من تحت ولا بيجيب جون، لكن هو بيأدي، ولو مش بيأدي ما كانش هيركب اساسي. اللي بعده لاعب بتتمنى عودته لسابق عهده، باسم مرسي، صالح جمعه، محمد ابراهيم. صالح جمعه. صالح جمعه. افضل فترات حياتك قضيتها فين؟ في الاهلي، في امبي، ولا بتروجيت؟ امبي. امبي. افضل من تدربت معه، محمد يوسف، حسام حسن، جريدو. حسام حسن. ما انت جريدو لو معاك سنايبر هت نفسي اشوفه. ها نفسي اشوفه. هتعمل ايه؟ هبوسه. هذا الاقرب للقب دوري الابطال، اهلي، زمالك، فريق مغربي، سواء الرجاء او الوداد. الاهلي طبعا. الاهلي. اخر سؤال، لاعب بتتمنى رؤيته بقميص الاهلي، طارق حامد، دونجا، كينو. طارق حامد. طارق حامد. يفرق مع النادي الاهلي طبعا، نص الملعب. طبعا. اخر حاجه خلاص انا اسئله السبوره خلصت. اخر حاجه، لو انت مكان حسام عاشور كان يبقى قرارك ايه؟ اقول لحضرتك انا كان نفسي حسام عاشور يجددوا له سنه تكريم. تكريم، لكن هو غلط في حته الفيديوهات او تسرع فيها، مع ان حسام عاشور طول عمره ملوش في السوشيال ميديا ولا مواقع ولا اخبار ولا ولا ولا، هو يمكن اتسرع. ليه مش عارف. اكيد في حاجه خفيه طبعا دفعته لكده بس مش عارف السبب، لكن كان من البدايه كان نفسي حسام عاشور يختم في الاهلي، يختم في النادي الاهلي، يتزوج، يجدد له سنه واحده ويختم في النادي الاهلي. فكرتش هتعمل ايه بعد الاعتزال؟ ان شاء الله تدريب باذن الله. هتبتدي في التدريب ان شاء الله. في امبي لسه مش عارف. لسه مش عارف، لسه حاسس ان هي تبقى في امبي كده، ما اعرفش والله. كله لسه يعني. لسه كله بامر، لسه النصيب ما قرتش. وعموما عادي يعني، انت كل الانديه بتاعت الدوري كلها بتاعتك يعني، ان شاء الله. ربنا يكرمك ويوفقك. ربنا يخليك. شخصيه محترمه ولعيب محترم ولعيب مهم. ربنا يخليك. وكنا سعداء بيك جدا جدا. انا سعيد وكنت وحشني ومبسوط ومعاك النهارده، واتمنى لك التوفيق اكتر واكتر باذن الله. ربنا يخليك يا رب. امين يا كابتن. كابتن احمد رؤوف، وحوار كان مهم جدا، استعرضنا فيه كل المحطات اللي كان متواجد فيها كواحد من اللاعبين المهمين في الدوري المصري. نروح لفاصل، ومن بعد الفاصل تامر بدوي واحمد عز، ومباراه تحليليه قويه جدا من الدوري الالماني والدوريات الاخرى كمان اللي هتنتظم وتبتدي، زي الدوري الانجليزي والدوري الاسباني والدوري الايطالي. خليكم معانا بعد الفاصل. والله بحس انه برنامج الكوره للكوره، هي الكوره كده اصلا يعني، عشان نقعد نحلل ونتكلم فيها وتفاصيلها وبتاع. فاخواتنا في كوكب تاني، كوكب المانيا، شغالين كوره ومدورين مكان. غريبه ان هم عندهم كل حاجه ما بتخانقوش، يعني عندهم كل حاجه، المحتوى اللي هو المفروض يتخانقوا ما بيتخانقوش، احنا ما عندناش اي حاجه خالص الحمد لله، بس بنتخانق. فالنهارده احنا مش هنتخانق، احنا هنتكلم في الكوره، لان احنا اصلا كده كده ما بنتخانقش. فشرفني ومنورني النجوم والاصدقاء الاعزاء، كابتن احمد عز. مساء الخير يا استاذ ابراهيم. اخبار معاك يا فندم. والله على كلامك يعني الفتره اللي فاتت دي، بما ان الكوره كانت واقفه فكنت بحاول اتفرج شويه على القنوات بره، عامله يعني بتتصرف ازاي، مفيش ماتشات. فبيعملوا ايه الناس دي؟ لقيتهم بيعملوا حاجه غريبه جدا، بيعملوا محتوى ترفيهي. استغفر الله العظيم يا رب. والله يا اخي يا اخي استغفر الله العظيم يا رب، بتقولش كده يا اخي والله. ده انت كده حاجات كده الناس تبقى مبسوطه وهي بتتفرج عليها. يصوروا مثلا، يجيبوا لك الفيديوهات اللي متصوره في اوض اللبس باللقاءات الصحفيه القديمه بالحاجات بتاعتها، فيحيي لك كواليس مسبيرو زمان.
يفهمك اكتر، لا ويجيب انترفيوز جديده عليها بس يفهمك اكتر هو علاقه اللعيبه دي كانت عامله ازاي ببعض، هو الفرقه دي لما دخل عليها نجم جديد استقبلوه ازاي، هم لو الفرقه دي اتغلبت مثلا، كان في دوكيومنتري عن مايكل جوردن. طب استنى، ده انت شكلك مع عبدي وعندك شغل جامد. هقول لك بس في شغل على تعالى بس نسلم على الاستاذ تامر الالماني. استاذ تامر شغال بقاله فتره. شغال. شغال انا على شقه ثانيه واحده. تامر الوحيد اللي شغال فينا كلنا. يا ستار يا رب. تامر كان مستنيها من زمان. لا بس انا مشفق عليه بصراحه. لان الفتره اللي فاتت دي ابتديت اشوف ناس كتير عماله بقى تتكلم عن الدوري الالماني تفتي بقى اللي هو تامر. لا شفت يا جماعه الاصل. شفت انت وانت بتتكلم على ازيك يا تامر الاول حبيبي. ازيك يا هيبه، نور الدنيا، وحشني جدا. وانت كمان اتفضل. شفتك كنت بتتكلم على عماره ازاي ان لما محمد صلاح راح تشيلسي كان بيطردك. انت ايه اللي جابك تشجع تشيلسي؟ ده النادي بتاعنا. بالظبط كده. انا بقى كده في الدوري الالماني بتتعامل معانا كده برضه. احنا محدثين مش بتعودوا تقولوا الدوري الالماني كخه ووحش ومش ممتع. طب ما تتفرجوش. شهاده لله يا تامر، هو والله عظيم وحش برضه. طب يا ابراهيم ده لقيت ناس عماله تتكلم على الفونسو ديفيز وتتكلم على كيميتش وتسقف لكيميتش. لا بس للامانه كيميتش ده لعيب جامد بصراحه. الواحد بدا يشوف مش موجود. موجود بقاله كتير صح. بس احنا ابتدينا سبحان الله ده الفرق يعني صح. انت زعلان من حاجه؟ لا خلاص يا عم، الدوري الاسباني راجع لك اهو الويكند اللي جاي. بقى يعني والثلاث والاربع الدوري الانجليزي 17 ده 3 ولا 4. واحنا كمحدثين نرجع نبص على الحاجات التانيه. الحق يتقال يعني. يعني صعب يعني. صعب فعلا. ما انت هتفهمنا، ما انت بتفهمنا تامر. دلوقتي اول لما الدوريات رجعت بقى الالماني رجع تاني. عز قول لي، قاعد بتتفرج على التلفزيونات والبرامج فبيقدموا محتوى ترفيهي لطيف بتاع كمل جدا. يعملوا مثلا يتكلموا عن مثلا الدوري الاسباني رجع، وتعالوا نلعب اللعبه دي سوا النهارده كده. تعالوا نختار مثلا احسن 11 في تاريخ الدوري الاسباني من وجهه نظرنا. فهتلاقي الموضوع فيه شغل، في خناقه. يعني انت بتتكلم في الناس اللي بتختار من قدام دي عندها ديجو مارادونا وعندها رونالدينيو وزين الدين زيدان وراؤول ورود فان نيستلروي ورونالدو البرازيلي، عندهم زيطه من عندهم الاسماء. عندهم برشلونه وريال مدريد الاثنين. عندهم برشلونه وريال مدريد ونجوم من فالنسيا زي فيسنتي وخواكين على ديفيد فيا على ديفيد فيا فاهم، على روبرتو ايالا. ففي اسامي كتير جدا. فلما تيجي تقعد تختار احسن 11 دي انت بتمجد في الاسامي اللي موجوده، فبترفع قيمه البراند. فبتعمل حاجات كلها ترفع قيمة النادي. ترفع قيمة البراند. مش تجيب قيمة البراند ورا، مش تجيب قيمة النادي ورا. الخناقات بتجيب قيمة النادي لورا. انا بقى مش فاهمها دي عندنا. انا بحس ان الناس بتخش الخناقة لان مفيش ماتش، فما تيجوا نلعب احنا ماتش خاص على جنب. بس لما بنيجي نلعب ماتشنا الخاص ده بنلعبه بخناقة. مع ان الحلو ان احنا نعرف نقدم محتوى او نعرف نتكلم في محتوى يخلينا نتخانق، بس نتخانق في الكوره، نتخانق صحيح. في الحرفنه، ونتخانق في مين متعنا اكتر، ونتخانق في مين بسطنا اكتر، لان هو ده الهدف الرئيسي من الكوره. في الفتره اللي فاتت دي برضو بما ان ما كانش فيه ماتشات كتير، فالواحد كان مبسوط باللقطات القديمه اللي عماله تتذاع. فيديوهات عماله تطلع لمحمود الخطيب، وفيديوهات عماله تطلع لحازم امام. صحيح. لما تقعد تتفرج حسن شحاته لما تقعد تتفرج تلاقي كميه لقطات حلوه لحازم امام ولمحمود الخطيب. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ هو ده اللي احنا كان نفسنا يبقى صحيح داير في الفتره دي. التلفزيون الالماني بيقول ايه الفتره دي؟ والله يا ابراهيم قبل ما اجيلك على طول لسه عمالين بيتناقشوا في حاجه غريبه جدا. إيه يعني كان بعد رب بقول. لا انت عارف ان هو في ال 48 ساعه اللي طلعت الاخيره دي اليويفا الاتحاد الاوروبي لكره القدم بيناقش ان احتمال دوري ابطال اوروبا يرجع. ومرشحين لشبونه العاصمه البرتغاليه ان هي اللي تحتضن البطوله في حاله لو البطوله رجعت. رجع بقى في صوت اعلى والكفه بدات ترجع تاني لالمانيا. بالتحديد لمدينه فرانكفورت. يعني كان في مدينتين في المانيا مترشحين ان هم يستضيفوا المباريات بتاعه دوري ابطال اوروبا، فرانكفورت وميونخ. فقال لك ان في الصوت بدا يعلى في الاتحاد الاوروبي لكره القدم، لا فرانكفورت. طيب ليه يا اخوانا؟ لاسباب كتيره جدا طبيه اعتقد اولها امور كتيره جدا ليها علاقه بالكوره وليها علاقه بحاجات بعيده عن الكوره. يعني مثلا ليها حاجه علاقه بعيده عن الكوره ان فرانكفورت واحد من اشهر المطارات في العالم. واحد من اكبر المطارات في العالم، واحد من اشهر المطارات في اوروبا. وفي العالم مش بس في اوروبا. نقطه تانية كمان ان هي مثلا مقر البنك، يعني اي عمله اليورو اللي بيتطبع في اوروبا كلها لازم يتطبع في فرانكفورت وبعدين يبقى يروح هناك. معلومه جديده بالنسبه لي. يعني حتى اليورو بتاع اسبانيا اللي بيبقى مكتوب عليه بالاسباني لازم يتطبع في البنك المركزي الاوروبي اللي مقره في فرانكفورت وبعدين يبقى يروح بيه على اسبانيا البنوك في اسبانيا. ف
فرانكفورت مدينة مهمة مدينة مهمة جدا في ألمانيا. نقطة بقى كمان ندخل بقى في الكورة على حسب برضو ما سمعت ان الرعاية الصحية فيها مرتفعة جدا. لسه هقولها بتتمتع طبعا برعاية صحية كبيرة جدا، فيها اوتيلات كبيرة جدا لان فيها امريكان وفيها شركات بترول كبيرة جدا، وبالتالي عدد الاوتيلات فيها كبير، فاذا الاوتيلات هتبقى جاهزة كأنك بتنظم بطولة مجمعة، ده لو ان كيس ان هم لعبوا البطولة في صورة ضغطوها يعني. نقطة بقى كمان ليها علاقة بالكورة، هم دلوقتي عاوزين يا ابراهيم وكأنهم يمشوا في اطار النهارده الاتحاد الالماني لكره القدم او المانيا كدوله، سميها بقى زي ما تسميها، اثبتت للعالم ان هي سابقه بخطوات كتيره خلاص، ان هي رجعت الدوري، والدوري مش بس رجع، الدوري مستمر، مفيش اي حاله اصابه، الدوري مكمل خلاص، الدوري فضل عليه اربع اسابيع ويخلص. فلا المانيا زي تعظيم سلام، تستحق المكافاه حقيقي. صحيح تمام. طيب لا النقطه بقى ليه بقى فرانكفورت، خلي بالك برضو نقطة مهمة، يعني جرى العرف ان دايما مقر اتحاد الكورة يبقى في اي دولة يبقى في العاصمة. لا، مقر الاتحاد الالماني لكرة القدم مش في برلين، مقر الاتحاد الالماني لكرة القدم في فرانكفورت. فهم عاوزين يدوها لفرانكفورت كنوع من انواع مكافأة للكرة الالمانية او للاتحاد الالماني، تعظيم سلام ليك ان انت عرفت ترجع الدوري بتاعك، والدوري بتاعك مكمل وبدون اي اصابات، وجذبت انظار العالم كله ان العالم يتفرج على الدوري بتاعك. فاقل صحيح. مكافأة نقدر نعملها ليك، اتفضل كمل بطولة الدوري، مش انت مش كمل يعني، انت اللي تديرها بس يعني تتلعب في المدينة اللي فيها الاتحاد صحيح. الالماني. الدوري الانجليزي هيرجع، الاجراءات الطبية مختلفة عن اللي اتعملت في المانيا، وايه اللي خلاهم يرجعوا الدوري الانجليزي رغم انه كان في كلام كتير انه ممكن ما كانش يرجع؟ نقطة مهمة جدا اللي بيقوله تامر كان على فكرة ان فرانكفورت عايزة تاخد الماتش عندها، او عايزة تاخد على حسب بقى احنا هنعمل ايه لسه في دوري ابطال اوروبا مش واضح، بس في النهاية يعني تاخد البطولة تحتضنها، هي فكرة تسويق في المقام الاول. وبالتالي احنا عايزين نستفيد من ان الاتحاد الالماني او المانيا اخدت المبادرة، اخدت الصدارة في المشهد، وبالتالي عايزين نكمل في فكرة التسويق دي. طب هو ليه اصلا اتنقل من اسطنبول النهائي؟ لان الناس هناك شايفين ان بما ان الماتش هيبقى بلا جمهور وبالتالي العوائد بتاعت المباراة هتنخفض وبالتالي بلاش. فايه اللي بيدير الكورة بقى يا ابراهيم بالمنظر ده بالمنطق ده؟ التسويق، الفلوس اللي دخلنا من الاستادات، يعني الكورة اقتصاد. احنا دايما بنقول الكورة صناعة، بس هي علشان الكورة صناعة فعلا برة بيبان بقى الموضوع ده في الصورة اللي معانا دي. هو لو الدوريات وقفت وما تلعبتش الأندية هتخسر ايه والبطولات هتخسر ايه؟ الصورة اللي معانا دي بتقول ان الدوري الانجليزي جاي له العوائد بتاعته من الماتشات الجاية، الليجا، البوندسليجا، كل البطولات دي عوائدهم من الماتش دي 180 800 وال 180 ده الماتش دي اللي هو التذاكر، ماشي، ال 800 دي البث التلفزيوني، اوكي، الاصفر ده ال 300 ده الكوميرشال، ده الاعلانات، ده التسويق. 800 مليون ولا دي 800 ايه؟ 800 مليون طبعا فعلا 800 مليون 800 جنيه لا انا فكرتها بوينتس لا 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 نقاط 800 مليون فانت بتتكلم في ان انا خسرت التسويق، ال 300 وقفوا ليه؟ التسويق ده عباره عن ايه؟ التسويق ده عباره عن المتحف، الزياره بتاعت الانديه، البراند بتاعي بيتباع، طبعا المحلات قافله في معظم العالم، التسويق قافل في معظم العالم، البراندات كمان الشركات قلت في الضخ بتاع الفلوس بتاعتها بسبب الظرف الراهن اللي موجود، الماتش دي اللي هو التذاكر بتاعت المباريات انقطعت. فاحنا بنتكلم في خساره 180 زائد 300 راح على الدوري الانجليزي، بقى لي ايه؟ 800. فانا اللي حصل في انجلترا، ودي نقطه مهمه جدا، اولا هي بترد على نقطه هل الدوله هي فعلا المسؤوله عن عوده الدوري ولا لا، عشان دي كلمه حق يراد بها بطل. الدول بتبقى مسؤوله عن عوده النشاط مش عوده الدوري، بمعنى بتقولك اتمرن وبتقولك تتمرن ازاي، انما ما بتقولكش رجع الدوري ولا ما ترجعوش. والله سالت الدكتور جمال محمد علي في بدايه ما اعرفش انت شفت البدايه لا سالته السؤال ده بالظبط، لانه كان يتبادر الى ذهني، مش قادر افهم هي الدوله هتقول لنا نلعب او الاجراءات بتاعتكم خلاص احنا موافقين، بس هي مش هتقول لنا الجدول الزمني ده ازاي، مش بالظبط كده يعني الدوله طيب. مش هتبقى فاضيه قوي لدرجه ان هي تحط لنا جدول الدوري، مش شغلانتها يعني، شغلانتها بالظبط كده، ده يتناسب معاك يتناسب ما يتناسبش خلاص شوف طيب. القرار يفرق ايه بقى بالنسبه لي دلوقتي؟ انا عارف كويس قوي ان الدوري الانجليزي بما انه هيبتدي متاخر يبقى هيخلص متاخر، يبقى هيبوظ الموسم الجاي. فانا بسال نفسي سؤال، هو انا محتاج ال 800 مليون ولا مش محتاج ال 800 مليون؟ ماشي، يفرقوا مع الانديه ولا ما يفرقوش مع الانديه؟ الحاجات الاشتراطات اللي اتحطت
الانديه هتعرف تدفعها، الدوري الانجليزي هيعرف يدفعها، ولا هتبقى حمل على الانديه؟ وهديك مثل، معلش هخش على الحدود بتاعت المانيا داخله صغيره قوي كده. الدرجه الثالثه في المانيا مش بقى شغل بايظ. معلش دي حته صغيره. الناس كلها بتقول ان انا بتعامل ان انا السفير هنا. مش عايز اقول لك على حاجه، انت واخد سمعه دلوقتي كاركتر طبعا. تامر الالماني ده خلاص. تركب القطر واحنا معاك في الشلال. في الشنكبات. فبتتكلم في ان الدرجه الثالثه مثلا مش عايزين يرجعوا الدوري. ليه؟ لان هو ما عندهمش عوائد بث قويه، هم فلوسهم كلها من تذاكر المباريات. طيب انا ما عنديش تذاكر مباريات، يبقى انا لما هرجع الدوري هخسر. فبالنسبه لي انا مش عايز ارجع المسابقه دي. انما في انجلترا بالنسبه لهم 800 مليون لازم نلحقهم. فما فيش مشكله ان احنا نطول الدوري ده على حساب الدوري الجاي، لان لو ما عملناش كده هندمر الانديه. خليني اقول لك على حاجه بسيطه جدا. الانديه عندها مشاكل كبيره، بمعنى ان الانديه زي ليفربول زي برشلونه زي الناس دي قيمتها جامده قوي، قيمتها عاليه قوي، لكن هم في نفس الوقت بتتكلم على الليكويد ماني بقى، السيوله اللي في ايديهم مش كتيره قوي زي ما الناس متخيله. انديه زي توتنهام مثلا لانه عامل استاد جديد، ليفربول علشان عنده خطط كبيره، كان برشلونه على خسائرهم اللي هي بالاحمر دي، الخسائر دي مش خسائرهم، دي ديون. الديون اللي عليهم، الديون اللي عليهم كسيوله. انت معكش سيوله في ايدك، انت عليك قد كذا. ده توتنهام رايح خالص. توتنهام قدم على قرض، الاستاد بتاعهم دخلهم في مشاكل. الاستاد الجديد خد بالك ان هي دي ما كانتش مشاكل، لان العوائد جايه. انا عامل استاد كبير وحاطط بلان ما حدش في دماغه ما خالص موضوع كورونا. انما مين كان متخيل اللي حصل؟ انما اللي حصل خلى ليفربول بالرقم ده. ليفربول لما وصل للرقم ده حصل ايه؟ انسحب من صفقه تيمو فيرنر، ما كملهاش، لان هو معهوش فلوس يدفع الشرط الجزائي لتيمو فيرنر، لان دي لازم هتدفع فيها كاش. وانا ما بقاش معايا سيوله نقدية. بتتكلم على برشلونة، الناس مش فاهمة يعني ايه برشلونة يخفض الرواتب. يعني لما نادي زي برشلونة يخفض الرواتب، امال مين الاندية الغنية؟ وفي الحقيقة برشلونة مشكلته الرئيسية ان السيولة وقفت بسبب انك بتتكلم في ان 54 مليون راحوا من العوائد بتاعه التور، الزيارة بتاعه المتحف وزيارة الكامب نو الاستاد. بتتكلم على ان استاد فيه 99 ألف مشجع ما فيهوش ولا تذكرة، لان الاستاد ما فيش جماهير. انت رحت كامب نو؟ طبعا. ايه رأيك في الاستاد؟ شايفه عادي يعني؟ العظمه بتاعت اغنيه كامب نو، ودي حاجه غريبه بالنسبه لي، انا حبيت الاغنيه بتاعت برشلونه دي، واللعبه بتاعت انك ترفع الحته القصاصه الورقيه اللي هم سايبينها لك دي مع المزيكا مع النشيد، حاجه ثانيه. حاجه احساس. انا بالنسبه لي يعني الانفيلد في ليفربول، ملعب ليفربول حاجه خرافيه طبعا. وهم ما حصلتش يعني. وهم انت بالنسبه لك طبعا البايرن و دورتموند وبيقف يتنطط مع الناس طبعا. مين اكبر مدرج في العالم؟ مين اكبر نسبه حضور جماهيري في العالم؟ مين الدوري اصلا اللي شغال الوقت؟ خليك كنت احنا ساكتين لك. مين بابا مين كله انت يا عم خلاص. فبقيت بتتكلم على ان اللي بيسوقك في الاصل هو ده. النقطه بقى الثانيه المهمه جدا، هو مين صاحب القرار في رجوع الدوري؟ احنا اتفقنا الانديه. ليه؟ لان الانديه هي اللي معاها فلوس او هي اللي معهاش فلوس، يبقى صاحب القرار هو الانديه. احنا عندنا في مصر بقى لعبه قويه جدا. احنا اتحاد كوره، يوم ما يحصل خناقه والموجه تعلى علينا نقوم عاملين ايه؟ نعمل رابطه انديه. حلو، اوف بقى عند الحته دي عشان مهمه قوي. لما تعظم فكره انه يرجعوا الدوري الالماني، الانديه اللي تحت ما قالتش لا؟ اصل احنا عندنا الانديه اللي المهدده بالهبوط تقول لك لا مش عايزين نرجع. هو ملهوش دعوه بالاشتراطات الطبيه، هو بيكلمك في فكره انا مش عايز ارجع عشان خاطر انا مهدد بالهبوط، بس بيحجج لك بقى حاجه ثانيه. وفي ناس تانية يقول لك انا مش عايز ادفع، خاصه انا دفعت فال 60% اللي باقيين، انا دفعت 60% دفعت 70% فمش عايز اكمل العقود. فالمانيا الناس قالت ايه؟ عشان هرجع تاني ارد على انجلترا في الجزئيه دي. ابراهيم، اول ناس اصلا طلبت ان سرعه عوده الدوري في المانيا الناس اللي مهدده بالهبوط. هيبقى زي ما بنقول كده بلغتنا، هيبقى موت وخراب ديار. يعني هنزل درجه تانية وكمان افلاس. ما هو انا لو نزلت بقى درجه تانية وكمان مفلس، انسى بقى حلني على بال 10 سنين بقى على بال ما اعرف ارجع البوندسليجا تاني اللي هو الدوري الممتاز. انسى. فانت النهارده زي ما انت قلت، انت عندك الدوري المصري مقسوم ثلاث احزاب. حزب عاوز الدوري يرجع، اللي هو عاوز يكسب الدوري، او اللي عاوز ينافس على مركز هيأهله للمشاركه. كل واحد بيبص لمصلحته، ما حدش بيبص للمصلحه الاعم. بالظبط. هي بتتعمل ازاي المصلحه العام؟ ان احنا نقعد على الترابيزه ونعمل التصويت. التصويت في انجلترا لازم يعني 14 مقابل 6 علشان يبقى، لما يبقى انا مصلحتي ومصلحتك 14 مصلحه تلاقت، يبقى هي دي المصلحه.
دي المصلحه العامه. ما هو بالمنطق كده اي نادي لازم يفكر في مصلحته. هيبقى يعني هو جاي ليه كإدارة عشان يفكر في مصلحته. بس لو احنا ال14 اجتمعنا على ان هي دي مصلحه، بس الرؤيه مختلفه. يعني لو انا نادي في مصر هفكر ان لو انا مهدد بالهبوط فدي مصلحتي ان الدوري ده يتلغي. عددنا كام؟ ما انا قلت لك اسمعني بس أحزاء. اسمعني خد بالك لحد ما اخلص الجزئيه دي. لو انا نادي في مصر هقول لك انا عايز الغي الدوري، وده هيبقى له اسباب برضو. انا عايز الغي الدوري لان انا مهدد، طيب فدي مصلحتي. في المانيا الدوري انا فريق مهدد بالهبوط برضو، مهدد بالهبوط، فانا مش هفكر زي بتاع الدوري المصري في ان انا الغي الدوري، لا انا هفكر ان انا عايز اشتغل عشان اخد فلوس، عشان حتى لو هبط يبقى معايا فلوس. بالزبط. ده له علاقه بالقيمه التسويقيه اصلا للدوري المصري. انت لما بتكسب الدوري، انت لما بتكسب الدوري بتاخد ايه؟ ما هو علشان كده ابراهيم ده اللي انا قلته لك. انت عندك زي ما قلت لك، انت عندك الانديه في مصر ثلاث احزاب زي ما قلت لك. الحزب الاول عاوز الدوري يرجع ما بين اللي هيكسبه، ما بين اللي هيحتل مركز متقدم هيأهله للمشاركه في بطولات افريقيا، وبالتالي دعم في افريقيا، وبالتالي تذاكر ماتشات وبث تلفزيوني من الاتحاد الافريقي. عندك الحزب الثالث اللي هو هيبقى مهدد بالهبوط فعاوز يلغي الدوري عشان يهرب من صداع وشبح الهبوط. والحزب اللي في النص اللي هي انديه الميد تيبل اللي هي في النص، ولا لو الدوري رجع صعب جدا احتل مراكز متقدمه او اكسب الدوري، وفي نفس الوقت لو الدوري رجع انا بعيد مثلا عن الهبوط. فالمانيا الوضع مختلف. فالمانيا حتى هسألكم كام سؤال كده، اللي بياخد الدوري الالماني بياخد كام؟ وهل هم ما فيش رقم ثابت؟ خلي بالك رقم ثابت لسبب في في رقم ثابت معين من قبل رابطه الانديه المحترف، ماشي، لكن بعد كده في نهايه السيزن باجي اقول لك بقى ابراهيم مثلا تعالي على شركه سكاي اللي هي معاها سكاي سبورت اللي معاها حق البث، الوحيده اللي في المانيا اللي معاها حق البث. التلفزيون الحكومي ليه حق انه يذيع بس ملخصات مش ماتشات كامله، ماشي. تعالى انت ابراهيم طلع لي اوراق بتثبت انت كشركه سكاي، تعالى اثبت لي ان مثلا، على فكره يا ابراهيم، يعني مثلا هل تعلم ان في موسم 2011 2012 لما دورتموند كسب الدوري دورتموند كمكافاه ماليه اخذ هو اللي اخذ المكافاه بتاعه بطل الدوري، ماشي. لكن اللي اخذ فلوس اكتر هو بايرن ميونخ. برافو عليك. ليه؟ عشان الناس بتتفرج اكتر على بس كده. هي دي اللي انا بقول لك عليها. طلب الطلب على ماتشاته اكتر من الطلب على ماتشات دورتموند. طيب. فدي قامت معوضه دي. اديني اجابه، الدوري كله بياخد فلوس بما فيهم الهابطين والصاعدين ولا؟ طبعا. 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 في انجلترا طبعا بارقام. طبعا صح كده. هي دي ده الفكره اللي خلت في اسبانيا يرجع. كله في فرنسا كل في الجن ابن العفريت. بص يا ابراهيم، انا نفسي اقول كلمه بس انا اسف يا عز. لا لا، انا نفسي امنيه حياتي ان اي اتحاد كوره يجي ينجح. يا جماعه اللي انتوا انتوا بتتعرضوا ليه ده، زي مش عايز اقول حلال فيكم، بس يعني انتوا اللي جايبين، انتوا اللي جايبين لنفسكم. ليه؟ لانك انت حضرتك رافض تاسس رابطه انديه اللي بتدير الدوري. خلاص. وبالتالي النهارده الاستاذ عمرو الجنايني طلع قال لك في صعوبه في عوده الدوري، هتلاقي الجانب الاهلي بيهاجمه. ما علشان عمرو الجنايني كان عضو مجلس اداره في الزمالك عاوز يلغي الدوري عشان خاطر الاهلي كان هيكسبه. طيب قوي. الاستاذ عمرو الجنايني قال في عوده كبيره قوي ان الاهلي ان رجع الدوري. هتلاقي الجانب الزملكاوي اما هاجم عمرو الجنايني. انت عايز ترد الاهلي بقى. ينفع اخد منه هكمل هكمل لك النقطه وهدي الكلمه للعز. الجانب الزملكاوي هيقوم مهاجم الاستاذ عمرو الجنايني، انت والصحه وازاي والاعداد هتزيد اهم حاجه صحه انت علشان تهرب من الموضوع ده وترفع من عن نفسك الحرج وتقول انت مع الناس اللي عاوزه ترجع الدوري. يا عم اسس رابطه انديه احنا المفروض اسمها رابطه انديه محترفه، هي اللي بتدير الدوري بتاعها، واخلع ايدك من الصداع ده خالص. صحيح. عايز تقول حاجه؟ تكمل على كلام تامر في حاجه. هو دلوقتي لو الدوري الانجليزي اتلغى وده بالمناسبه احتمال، يعني الدوري الانجليزي راجع. طيب لو حصلت ان في حاله لا قدر الله طلعت ايجابيه في كورونا، هيحصل ايه؟ هيتعزل لوحده. طب لو طلع فيه حالات اكتر بكتير هتكون النتيجه ايه؟ وارد. وارد كل وارد حاجه وارد. كل حاجه وارد. كل وارد ان الدوله تقول لك فجاه امنع النشاط. يعني الرجل المختار يعني يا خبر ابيض يا خبر بلدياته الاثنين اسكتلنديين. بس فعليا انت دعمت ديفيد مويز بكام صفقه؟ جبت له مروان فلايني بس صفقه واحده كفايه مروان فلايني، فاهم؟ واحد بيلعب كرات طوليه. المهم انا بس عشان اوريك في مشكله رؤيه كبيره في الانديه، ماشي، نادي زي يونايتد تحديدا. واحد بيلعب كره طويله، اللي بعده لويس فان جال بيلعب كره على الارض قصيره كره هجوميه، اللي بعده جوزيه مورينيو بيلعب كره دفاعيه، اللي بعده سولشاير اللي بيلعب كره اليكس فيركسون. فين الرؤيه؟ طيب انت بتتكلم في انك جبت مروان فلايني هنا، بعد كده طبقت نظريه
انا معايا 10 جنيه هجيب 10 لعيبه كل لعيب بجنيه مع لويس فان جال، فجبت لعيبه ما ينفعش تدخل للنادي، دارميان ولعيبه في النهايه روخو، لعيبه كلها اتباعت بعد كده، بليند كلها ما اثبتتش كفاءه واتباعت، بس النتيجه ان بقى عندك 10 لعيبه في الفرقه ما لهمش لازمه و10 لعيبه انت مش عارف تسوقهم ولا عارف تبيعهم، واسمك اشتريت 10 لعيبه فمش عايز تشتري بعد كده. من الكارثه ان ديفيد مويس جاب معاه كشافين، ولويس فان جال بعد كده جاب معاه كشافين، ومورينيو جاب بعد كده كشافين، الثلاث فرق كشافين دول شغالين في النادي لحد فتره قريبه، ما كانوش تمت اقالتهم عشان فانت بتتكلم في فخفخين، عارف لخبطه غير طبيعيه، انعدام تام للرؤيه في يونايتد، فطبيعي يقع. اللي حصل في ارسنال مختلف، ان ارسنال عشان نقل الاستاد الجديد فالتضحيه الرئيسيه كانت بقوام الفرقه بدون رؤيه لعوده الفريق هيرجع عامل ازاي، فحصل الانهيار. الفرقه كان فيها كم من النجوم كبيره جدا، بس تبص على اللي صنعها ارسن فينجر، ودي نقطه من النقط المهمه، ناس كتير بتبص على ارسن فينجر ده وتفتكر ان هو مدرب فاشل انه بقاله كذا سنه ما بيكسبش، انما في الحقيقه لما تبص على فييرا، سول كامبل، سيسك فابريجاس، تييري انري، الناس دي كلها جابهم ببلاش، جابهم بارقام تضحك، 10 مليون او 14 مليون تقريبا كان مجموع الصفقات اللي انا قلت لك عليها دي، بتتكلم في ارقام فعلا صغيره جدا، بس كان في رؤيه لازاي نتحرك، ازاي نجيب اللعيبه دي، او على الاقل قدر يحافظ على، يقول لك حفاظ على ماء الوجه، انه في ظل الانهيار الحاصل هو كان قادر يخلي ارسنال واقف على رجليه، حتى كمان بعد ما راحوا للملعب الجديد كان هو قادر يوقف شويه ارسنال. ما هو خلاص بقى انت عمال تبيع كل اللعيبه اللي بتطلع لك، بس في النهايه، في النهايه فين الارسنال بحجم بطولاته وبحجم الحاجات المنتظره منه؟ نروح للدوري الاسباني. انا بس عايز الخص لك حته الموقف في الدوري الانجليزي، انا شايف ان هي المساله مساله وقت، سواء في الاسبوع الاول ممكن يتحسم، او في الاسبوع اللي بعديه ممكن يتحسم، او يا ريت تبقى في مباراه تبقى ليها طعم حتى ورونك قوي، لو في الاسبوع الثالث اللي هو ليفربول مع مان سيتي. طبعا مساله وقت، ان انا ان شاء الله اشوف علم مصر على التروفي بتاعه البريمير ليج، دي هيبقى ليها طعم تاني خالص. شفت ولاد اللعيبه الديزاين اللي كانوا عاملينه لمحمد صلاح في عوده الدوري الانجليزي، اللي هي الموميا وهي بتتفك، مظبوط. والتاكيد على كلامي، لا انت ما شفتهاش، انت بتاخدنا على قد عقلك. انا حسيت بقول لك ايه، التقييم بتاع صلاح لما بتشوفه بره بتتخض، يعني بتحس ان هتوقع والنبي التامر يا جماعه عشان اشوفها. طالما هزيت دماغي، بس انا عارف الحركه دي، ما هز دماغي مش مهم انت هتقف عندها، بس طالما انا وقفت عندها خلاص عيب عليك. اتفضل. عايز التقييم بتاع صلاح عند في الدوري الانجليزي لما بتتفرج عليه بتترعب، بتحس ان احنا مش واخدين بالنا. احنا عندنا نجم وزنه وتقل قيمته دلوقتي بقت عامله ازاي يعني. ف صلاح يعني فعليا هو واحد من اهم عناوين الدوري الانجليزي، وواحد من اهم المسوقين للدوري الانجليزي. وكل ما بتشوف اعلان لعوده الدوري الانجليزي او لماتشات مهمه موجود في اي حد تاني اهو. شفتها؟ شفتها خلاص عجبتني. ايش يا شباب. طيب الدوري الاسباني اقول لك الماتشات وبرده التعقيب. راجع بدربيين، راجع بدربي الاندلس. بص يا سيدي، يوم الخميس اشبيليه وريال بيتيس، ادي اول دربي، وليفانتي وفالنسيا، غرناطه وختافي، فالنسيا وليفانتي. ليفانتي السبت 13 يونيو اسبانيول وديبورتيفو، سيلتا فيجو وفياريال، ليجانيس وبلد الوليد، ريال مايوركا وبرشلونه، والحد اتلتيك بلباو مع اتلتيكو مدريد، ريال مدريد وايبار، سوسيداد واوساسونا. تعقيباتك يا ريس. ده هيبقى اقوى دوري، هو اللي لسه فيه كلام بصراحه، لان قبل التوقف، قبل ما لو تفتكر يا ابراهيم الدوري الاسباني قبل ما موضوع هو مين اللي مسؤول عن التعاقد مع مدافعين، يعني ليه دايما بتبصوا على الموضوع؟ ما هو اللي بيشتري يا جماعه المدافعين اللي ب 50 واللي ب 60 واللي ب 80 ما انتوا اللي هو اللي بيشتري الحاجات دي. انا قصدي يعني انت برضه عايز توصل وجهه نظري، انت بتعامل عز على ان هو رئيس نادي تقولوا كلام. لا لا انا عايز اقول بص، يورجن كلوب قال خير الكلام ما قل ودل. انا عاوز مين؟ لا حول ولا قوه الا بالله. شفت لخبطتوني. عاوز فان دايك. انا عاوز فان دايك. عمل له ايه فان دايك في اول سيزون؟ اقوى دفاع في الدوري، 11 ماتش ما بيدخلش فيهم جول، راجل نقلهم نقله تانية. بس ما فيش بقى كل سنه هات ب 50 وهات ب 60 وهات ب ما فيش، ما عندوش، هو عنده عين هجيب ده، شكرا هعمل بيه نقله تانية خالص. حصل ان يورجن كلوب طبعا كل صفقاته كانت ناجحه، ما بختلفش على يورجن كلوب طبعا كحد غير شكل ليفربول تماما، وفكره كمان انا ببني صفقات على هو مش ليفربول
الاول بس عايز ده غير شكل الكره تماما في العالم. قبلها بيب جوارديولا غير شكل الكره في العالم. لا ما يعني هي سنه واحده. انتوا ثانيه واحده بس هي يعني سنه واحده في برشلونه 2000 مع هي في يا جماعه انتوا بتتخانقوا انتوا بتتخانقوا على مين؟ بيب جوارديولا ويورجن كلوب يا جماعه. ده بالنسبه لي ما ينفعش اقارن الاثنين ببعض بالنسبه لي يعني. ليه يا عم هو بيب جوارديولا ده عوره يعني وحش يعني؟ لا طبعا مش عوره بالنسبه له. ممكن يكون امتع مدير كوره في العالم ووافق لك على كده وده حصل متعك في العالم ابصم لك بالعشره لكن في فرق شاسع جدا يا جماعه. يا جماعه كلمه مدرب دي كلمه تقيله قوي. ده في حاجه اسمها مدرب بيشتغل وبيطور من اسلوب لعيب وبيبني فرقه ويشوف علاج اخطاء. يا جماعه جوارديولا لغايه دلوقتي ما عندوش اي ادنى حلول للعلاج الاخطاء الدفاعيه. مين ده؟ فين انا؟ انهي سيزون؟ طيب يعني ما انا بقول اذا كنت اهو جوارديولا بعد كل ده في السيزون ده انت قلتها اول سيزون يتعرض للموقف ده اللي حصل ان بيب جوارديولا ما اشتراش مدافعين قراره. بس انا قصدي ان بيب جوارديولا بما ان اتصاب منه امريك لابورت اللي هو المدافع اللي بقى مهم عنده ما بقاش عنده بدايل فالفرقه من غير مدافعين كبار. يعني هديك مثل فان دايك وقع من ليفربول مثلا السيزون ده واتضرب 6 كل سنه وانت طيب هتبقى مشكله كبيره. مشكلة طيب كبيرة. اللي حصل في ليفربول في دوري ابطال اوروبا الجول كيبر الثاني لما نزل كان اليسون بيكر حصل يعني انا شايف ان ده مش عذر خالص. فان خلف 2010 وصل طيب. مع بايرن ميونخ فاينل للتشامبيونز ليج بدانيال فان بويتن وبدانتي يا جماعه يعني يا اخوانا انتوا بس بتتكلموا في ايه؟ انتوا مختلفين على بيب جوارديولا الكريمه بتاعه الكوره انتوا الاثنين مختلفين على بيب جوارديولا ويورجن كلوب. خد بالك مفيش خلاف الاثنين حاجه عبقريه يعني. خد بالك انا واحد زي مش عايز اديكوا مثال في الدوري المصري خلص عليكم دلوقتي بس اتكلم عن زيدان. طيب اللي حصل بالنسبه لي عند بيب جوارديولا انا واحد ظهري كله متعور فاهم من الراجل ده من الاثنين في الحقيقه بس من بيب جوارديولا اكتر فكمشجع لريال مدريد يعني فبس بيب جوارديولا اللي عمله مع بوسكيتس التطوير اللي حصل للعيبه كتير انا كنت شايفهم منهارين في السيزون اللي قبل بيب جوارديولا ما يمسك برشلونه كانوا شايلين 4 من ريال مدريد صحيح. هتفلت الوقت خلاص بقى الوقت كده ايه يا رحمن هنا في خلينا نرجع تاني احنا كنا بنتكلم فين اصلا لا انا 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 اقول لك خلاص احنا كده خلصنا الدوري الاسباني بتفاصيله وكنا اتكلمنا على الدوري الانجليزي. عايز تقول ايه انا بقول لك انا كنت بقول لك برشلونه دفاعه سيء بس ما اعرفش ايه اللي فتحت مننا كل اللي طيب. فتح دي صحيح. اديني في دقيقه ريال مدريد. طيب ريال مدريد بقى عكس برشلونه هي الفكره ان الحلول الهجوميه اللي عند ريال مدريد مش الحلول في صناعه اللعب الحلول التهديفيه كانت اقل بكتير. انت بتتكلم في ان الهدافين كريم بنزيما اللي وراه سيرجيو راموس مش اللي وراه جاريس بيل مش اللي وراه اسكو مش اللي وراه جيمس رودريجيز مش اللي وراه فينيسيوس مش اللي وراه اللعيبه رودريجو اللي المفترض ان هي تكون بتصنع الفارق فمشكله انعدام الحلول التهديفيه دي. وقفه تحليليه من بتاعه زمان بتاعه الكوره بتاعه زمان كده مع تامر بدوي واحمد عز. اتفضلوا يا شباب بدايه عند تامر. هبدا ببايرن ميونخ ابراهيم لان ماشي. الحلقه اللي فاتت ما لحقناش نتكلم عليه وطبعا اللي بيعمله هانز داتا فليك المدير الفني الالماني لبايرن ميونخ يعني مش في الكوره فعامل انجازات ونقل بايرن ميونخ نقله تانية خالص فلازم اتكلم عليه باختصار شديد جدا. ابراهيم هو اللي عمله علشان يرجع بايرن ميونخ للمتصدر هو رجع زي ما قلنا الهوية والعقلية الألمانية هي أقصر الطرق للجول الكرة المباشرة اللي لازم في كل شوط أعمل من 5 إلى 6 فرص في كل شوط وبالتالي في محصلة المباراة في الآخر هتلاقي أن أنا عامل حوالي من 10 إلى 12 فرصة وده اللي بيخليه على طول بيسجل وبيخليه يكسب على طول أن أنا بلعب على المكسب ماليش دعوة بأي حالة فيها حتة شكل جمالي أو ممتع. طيب بايرن ميونخ علشان في الطبيعي بتاعه اللي هو الكرة المباشرة كله اكتر من باستثناء 2 لعيبه وهقول لك كمان الاثنين اللعيبه اللي بالتحديد يا ابراهيم اللي ما جابوش اجوال يعني من ساعه لما رجعنا للدوري الالماني من بعد جائحه كورونا بايرن ميونخ لعب 5 جولات كل الفرقه سجلت اجوال ما عدا 2 بس السنتر باكين سواء بواتينج او ديفيد الابا السنتر باك اللي بيلعب ناحيه الشمال وبالمناسبه واحد من ضمن الحاجات عشان كنا بنتخانق ان ديفيد الابا اصلا مش سنتر باك والراجل ما بيشتكيش ولا بيقول لهم انا عاوز مدافعين ولا اي حاجه خالص. فاكر اول حد لعب سنتر باك كان بيب جوارديولا بس بالمناسبه يعني عشان بس ما بقاش فوت الحته دي انا هخلص بس عشان انا بتكلم على بايرن ميونخ اكيد مش هسمع عن جوارديولا. اقول لك بس حته واحده انا بالنسبه لي بايرن ميونخ يعني مدرب الماني بس كده يعني انا بالنسبه لي بايرن ميونخ في الفتره عز لا انا قصدي بايرن ميونخ في الفتره بتاعت بيب جوارديولا ناس كتير من محبي بيب جوارديولا شايفه ان هو نقل الفرقه ولعب كره جميله وجاب معاه جماهير. طب ما الجماهير اللي جت معاه مشيت وشايلنا 4 من ريال مدريد بالظبط كده انما الماتشات بتاعت سيمي فاينل تشامبيونز ليج كلها بتثبت
ثم بعد كده كارلو أنشيلوتي بتثبت ان بايرن ميونخ مدير فني الماني. ماشي مظبوط. فاللي انا عايز اقوله عشان انا كمان حتى قلت كان دانيال فان بويتن وهو كان ديميكيلس ما كانش دانتي بالمناسبه ومحدش بيشتكي اللي عاوز يشتغل الفرقتين دول الاثنين اللعيبه دول بس يا ابراهيم اللي في بايرن ميونخ اللي ما سجلوش اهداف من ساعه لما رجعنا للدوري الالماني من بعد كورونا. الباكين اللي على الاطراف جابوا سواء الفونسو ديفيز او حتى بافار جاب كيميش طبعا جاب واحد من اجمل اجوال الدوري جروتسكا طبعا جاب توماس مولر طبعا جاب كل دول بطلعهم لك قدام لي يا ابراهيم لان هو الراجل عاوز يشن اكبر عدد ممكن من الهجمات على الفريق المنافس وبالتالي لازم الكوره تفضل في نص ملعب المنافس وبيعمل حاجه في منتهى الذكاء في الحاله الدفاعيه اللي هي يا ابراهيم اعرض لك بس اعرض لك الاهداف ولا عايز الحالات الدفاعيه احنا ممكن نبدا نعرض الاهداف ماشي كل الفرقه جابت اجوال ما عدا ديفيد الابا وجيروم بواتينج دي طيب. في الحاله الدفاعيه في اثنين بس وفي واحد ثالث خفي ما بيظهرش في الكادر كانوا بيتكلموا عليه في التلفزيون الالماني هو الراجل عشان يخلي نص اللعب باستمرار في نص اللعب المنافس لازم ادافع على مرحلتين مخلي ديفيد الابا اللي هو اسرع من جيروم بواتينج رغم ان جيروم بواتينج برجله اوسع لكن بحكم السن والاصابات بدا مستواه ينزل هو اول واحد في حاله الهجمه المرتده اللي بتبقى على بايرن ميونخ هو اللي بيبدا يقابل ليه نظرا ان برجله واسع ممكن يستخلص برجله الطويله مع عز ويعطل الهجمه المرتده ويخلي ويسيف الراجل بتاعه السريع اللي هو ديفيد الابا لسباقات السرعه يعني الراجل لو خلص من بواتينج وبدا يفوت معاه واحد ضد واحد السريع هو اللي بيبدا يشتغل معاه وده بان في هجمه هالاند اللي كانت رايحه انفراد في مباراه دورتموند هتلاقي ان اللي ترقص اول واحد بواتينج ودايما ياخر السريع في السباقات واحد ضد واحد وطبعا لما بيلعب متقدم شويه من هنا الخفي بقى اللي هنا اصلا على الابلكيشن الجول كيبر ما بينفعش يتقدم طبعا مانويل نوير طيب عشان نروح لعز بقى يبقى احنا بنتكلم على سنتر باكين بس وتحركاتهم وادي الاسباب الرئيسيه اللي بيها هم ما بيسجلوش اهداف انما باقي الفريق عنده شراسه هجوميه كله سجل نروح لهالاند وبروسيا دورتموند هات اول الصور اللي معانا اول ما هتبتدي هتلاقي عشان اكمل الكلام بتاع تامر نقطه برضو من النقط اللي هو كان بيتكلم فيها مهمه بتاعه الطريقه بتاعه الدفاع انت ازاي بتدافع وانت مامن بالمنظر ده النقطه الرئيسيه ودي واحده من النقاط اللي اصبحت عند العالم تجيب في الاخر تصنع نجوم فالفونسو ديفيز ده انت بتتكلم على واحد امكانياته البدنيه غير طبيعيه زي ما ممكن يبان معانا لما الصور تجهز يلا الصوره هتطلع لك دلوقتي حالا وبتتكلم في ان لما تقارنه بواحد زي روبرتسون ده اللي احنا بنتكلم فيه بافارد في القلب شويه بيرحل نفسه للقلب والفونسو ديفيز مرحل نفسه شويه للقلب فبتكون النتيجه استخلاص اسرع للكوره خلينا نجري في الصور عشان نتفرج على ارقام الفونسو ديفيز احنا بنتكلم في واحد بيكسب 8 مواجهات من كل 10 وبتتكلم في واحد بيكسب في الهجمات بقى الواحد على واحد هجوميا 6 من 7 فأرقام عالية جدا لو قارنا بروبرتسون اللي يصنف في الصورة اللي بعدها أحسن باك ليفت موجود في العالم في الوقت الحالي هتلاقي يا دوبك الفرق بينهم البسيط هو عدد الكروسات بس فرق في طريقة اللعب وبس فرق في الفاعلية المفترض انها تيجي مع الوقت لان احنا برضو بنتكلم في ان روبرتسون ما وصلش اللي هو وصل له ده في سنة واحدة او في سنتين في اكتر من كده باستثناء كده كل الارقام تقريبا الفونسو ديفيز اعلى طبعا مع الاخذ في الحسبان الدوري الانجليزي اسهل معلش يا تامر بس اسهل لاقوى اصعب إيه؟ لا أقوى يعني قصدي عدد المباريات الصعبة فيه اقل عن الدوري الانجليزي عن روبرتسون انت قلت الدوري يعني الانجليزي اسهل الدوري الانجليزي اقوى انت قلت الدوري الانجليزي انا اسف قصدي الالماني ما عشان كده اسف انا اللي اتلخبطت ف تامر كان كنت بحاول اخبطها تامر كان هيطلع له شعر فيها دي عشان كنت بحاول اخبطها كان هيتبسط تعال نخش بقى على الانجليزي يا ريت هالاند مش هعارض يعني ناس كتير جدا كان انا كنت مستني الدوري الالماني عشان اشوف هالاند ينفع يجي بعد كده ريال مدريد ولا لا طبعا قبل ما بايرن هيخطفه غالبا بس بنتكلم في ان هالاند كتقييم كان حلو جدا ان احنا نتفرج عليه في الاسابيع اللي فاتت خليهم يبتدوا الصور بتاعه هالاند بعد ما نخلص الفونسو ديفيز طيب بص المنظر بتاع الفونسو ديفيز كان المدافع بتاع مهاجم تشيلسي فين والفونسو ديفيز فين الفكره ان الفونسو ديفيز الصوره اللي وراها على طول هو اللي قطع الكوره فرق كبير وده اللي بيجري بوشه وده اللي عامل ترن ده النتيجه النهائيه الفونسو ديفيز قفل مكانه فبيدي حريه كبيره جدا لكل لعيبه وسط بايرن ميونخ اللي مره تانية ما بيشتغلوش غير مع الالمان فكره تياجو الكانتارا والناس دي مش بتاعتهم مش بتاعه بايرن ميونخ شكرا خلينا نخش على الصوره اللي وراها هالاند هل هالاند اكتشاف واختراع ولا فقاعة وبينجح مع الفرق الصغيرة؟ أيوة. تعال نتفرج على كرة طويلة هالاند حاطط فيها ظهره أنا هكلمك عن القوة رقم واحد هات الصورة اللي وراها هالاند استلم الكرة دي لا ده مش أنا
ده كان تصريح من اللي انا كنت قلت لك الحلقه اللي فاتت. أيوة. اهم حاجه عندي اكسبه بس. أيوة. طيب يلا هات الصوره اللي هو كان خير البر عاجله ولا كان استلم الكوره. آه. نزلت لزميله دخلوا في خناقه تانية. هالاند قام داخل بالهيد واخد الكوره. خش على الصوره اللي وراها. الكوره دخلت بقى لمنطقه الجزاء. قام مدي كتف للمدافع اللي معاه وهو بيجري بالكوره وجاب الجون في الاخر. فانت بتتكلم في قدره غير طبيعيه. طيب نقطه تانية قويه جدا. هل اللاعب ده قوي بس؟ لا، هو ذكي جدا كمان، عنده تكتيكال اويرنس عالي جدا في الهجمه دي. هو بيشد مع حد، الكوره جت طوليه، بص عمل ايه، استلمت الكوره هو ما استلمهاش وكمل جري. هو لو راجل قطر وخلاص ما جري كان اخذ الكوره وكمل جري لقدام، بس هو عشان فتح الخط ده هو عايز يشد مع حد، فتح الخط ده فوقف عشان زميله يخش ياخد المساحه اللي هو خلقها. فبتتكلم في ذكاء بيبين لك ان لا انت سنك صغير، ذكي قوي. خلينا نشوف الصوره اللي وراها، وبتتكلم فيه ان الذكاء بتاعه ده من قبل بقى ما يروح بروسيا دورتموند من الدوري النمساوي. بص بيشد معاه مدافع ازاي عشان يفضي مساحه للمهاجم اللي وراه. فبتتكلم في ذكاء ملعب غير طبيعي. مره ثانيه بيعمل الحركه دي، يفركش منظر الرباعي الدفاع، يشد حد وراه تتفتح المساحه، وهنا يستغل نقطه المجري. اقلب الصوره اللي وراها، اخر صوره بقى. 10 متر في ثانيه ونص. فبتتكلم في قوة غير طبيعية. طبعا بقية الصور كمان كان فيها شوية حاجات تانية ليها علاقة بالذكاء بتاعه، في ازاي يضحك على المدافعين، ازاي يروح على الزاوية القريبة، ازاي يعمل الفنتات. فبتتكلم في ان في السن ده عنده كل حاجة توصله للنجومية والنجاح. انما هو يمكن لسه مش جاهز للأندية الكبيرة، عنده نقطتين بس محتاجين يبقوا اقوى. النقطة الاولانية الاستلامة بتاعته رقمها 14 من 20 كتقييم. والنقطة الثانية، ودي تفرق طبعا في المساحات الضيقة، وهي النقطة الثانية اللعب بالهيد برغم الجسم ده كله، لكن عنده ضعف شوية في الكرات الرأسية. لو كمل النقطتين دول هيبقى صفقة في 2022 ب 75 مليون يورو. الشرط الجزائي بتاعه ما حصلتش لأي نادي في العالم. يا كباتن انتوا متعتونا وشرفتونا ونورتونا، وانتوا صحاب يعني اراء وافكار ودماغ تحليليه محترمه جدا جدا. انا بشكركم شكرا جزيلا. كابتن تامر بدوي بشكرك شكرا جزيلا. اشكرك يا هيمه. كابتن احمد عز بشكرك شكرا جزيلا. بشكرك جدا طبعا، مبسوط جدا ان احنا رجعنا نتكلم تاني في الكوره، ومبسوط بالديبيت شويه برضو اللي حصل حبيبي بتاع بالمناسبه. لا احنا نعمل لكم حلقه بقى. انتوا هتفتحوا تاني ليش؟ خلاص خلاص الوقت انتهى يا جدع. يورجن كلوب افضل في الوقت الحالي من بيب. بس لما يعمل زي بيب في عدد السنين ساعتها بالنسبة لي ممكن ياخد المكانة بتاعت بيب. سيكا هو افتحت وانا ساكت. سيكا هو عندنا عشان خاطر انا اصلا بالنسبة لي الموضوع انا اللي حاسب على الوقت. مطروح اصلا للنقاش. انا اللي حاسب على الوقت. اوعدك اجيب لك حقي عندك. اجيب لك حق. شكرا شكرا جزيلا. دي كانت حلقتنا النهارده. اصبحوا على الف خير. سلام عليكم.